المحلل، برنامج أسبوعي كل يوم سبت صباحا كنهتم فيه بالصحة النفسية للطفل والأسرة، رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس مامون مبارك الدريبي، مع المحلل ابتداء من 10 صباحا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء صباحي على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو وبرنامجكم مع المحلل. صباح النور عليكم، صباح الخير، شهية طيبة لكل من على مدى الإفطار، طريق سلامة لكل من على طريق، صباحة ممتعة لكم جميعا مستمعينا فين ما كنتوا كتابعونا. نتمنى نكونوا لكم دائما خير رفيق في هذه الصباحة من العطلة الأسبوعية، فتحية لكم مستمعينا. وحتى لخدامين هذا الصباح كنقول لهم بون كوراج، ما بقى والو وغيكون عندكم واحد نص نهار آخر اللي ترتاحوا فيه. فنتمنى للجميع يوم موفق ويوم سعيد مليء بالتفاؤل وبالصحة والعافية. وكالعادة ككل يوم سبت برنامجكم مع المحلل، حاضر معنا ومشرفنا الأستاذ مامون مبارك الدريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. صباح النور أستاذ مامون. صباح النور لله سكينة، بارك الله فيك. أحوال طيبة على خير؟ الحمد لله بارك الله الحمد فيك. لله شكرا. أستاذ مامون، هذا الأسبوع غنتكلموا على واحد النقطة مهمة بزاف اللي للأسف كنرتكبوها بلا ما نحسوا، وخا نقولوا ما كنرتكبوهاش كنرتكبوها، لانه الطبيعه البشريه كنقدروا نكونوا واحد النهار نافرين واحد النهار فرحانين، حتى انه في منطقنا شي مرات كيجي غير يدوي معك شي حد كتقول ليه بعد مني ساعات ولا راه ماشي هو هذاك. فهاد المنطق هذا تنعيشوه في حياتنا مع وليداتنا. ما كاينش فينا اللي ما كيبغيش ولادو، ما كاينش فينا اللي ما كيحماقش على ولادو الا اذا كان غير طبيعي او لا مضطرب او لا عنده شي حاجه ماشي هذيك. فبالطبيعي انه واحد الجزء منك غتكون كتحبو وكتبغي له غير الخير، ولكن هذيك كتبغي له غير الخير كل واحد فينا وكيفاش كيشوفها. كنعطيو لولادنا ولكن شي مرات كنمنوا عليهم بلا ما نحسوا، وداك المن كيخليهم انه رده الفعل ديالهم تكون ماشي زوينه وكتنعكس حتى على التربيه ديالهم. فكيف ما قلتي لي في الاوف وانا غنستغلها وغنقولها استاذ مامون، يعني احنا عندنا قلم وقومه كنكتبوا شي حوايج زوينين، ولكن نقدروا بجره ميمحات نمسحو كاع داكشي الزوين ونعاودو نرسمو شي حوايج خايبين اللي كنخلصوهم من بعد. فهادشي علاش كنقول ان بان مسؤوليه الوليدات والتربيه ديالهم ملي كنولدو ولاد راه ماشي سهله، ملي كنتزوجو ماشي سهله، العمليه ديال الزواج كعمليه عرس ومناسبه ونخطب الى غير ذلك، هادشي كلشي كيدوز زوين، ولكن الثقل ديال المسؤوليه صعيب بزاف. نفس الشيء اللي كينطبق حتى على الولاد، كنفرحو هي المراه حامله الله غيرزقنا بوليدات الى غير ذلك، ولكن ما بعد هذيك المرحله الزوينه ديال كيتي كيتي والهرب داعه وداك الشيء والتحزار وكل شيء، فاش غتولي واحد المسؤوليه اللي صعيبه واللي ما سهلاش. هو لله العفويه ديال الانسان لابد ما تبقى، الانسان ما يقدرش يكون الا رده فعل عفويه. هذا هو الطبع. الطبع بحال واحد الماده كتحرك بوحدها، مولودها من الوالدين من الاجداد، موروثها في واحد السلسله اللي فوق طاقه الانسان في التحكم. والطبع كيظهر عند الهلع، عند الفزع، عند الخوف، عند الجوع، عند الشك. ملي كيكونوا هاد الوضعيات الا القليل الا من رحم الله اللي غادي يبقى ثابت في هاد الحالات. هادو الانسان ملي تينقصلو المال وتنقصلو الصحه وينقصلو الجمال واللي ينقصلو الجاه ولا اي حاجه اللي كتحسس له بهذيك الهالة ديال القوة عنده، إلا وديك الساعة رد الأفعال ديالو الطبع اللي غيتصرف فيها. إذا كنقولوا حنا في المغاربة فلان رزين، فلانة رزينة، فلان ثابت، فلانة ثابتة، كنقولوا ساعة الغضب تمالك نفسك، تمالك نفسك، عافاك تمالك نفسك. هادو ما هما إلا تسميات. إلا ما استطاعش الإنسان يحتلم واحد التصور من جهة العلماء، غادي يبقى دائما اجتهادو يلا توصلوا عند العتبة. وهذا الشيء اللي تنوصل لكم ما استطعت من واحد التبسيط، ان سيغتان ديمارش دو فولغاريزاسيون، هو العمل اللي كنقوم به معكم الحمد لله احبابي المغاربة. الهدف منه ماشي ان الانسان يرقى يجسد هذا العلم، الهدف منه انه ما يزكيش نفسه فوق القدر. يعني ما غيسمع هاد الاشياء هادي ما يقدرش يزكي نفسه، يقدر شي امور شي يقول لك راني غادي هو هذاك مع ولادي. ملي غتشوف هاد الشيء اللي غادي تسمع دابا شويه، بس الهدف انك خصك تخلي واحد الماده ديال الشك في نفسك،
اليقين راه كيجي وعبد ربك، ربك احتياتيك اليقين، اليقين كيجي مع العباده مع الله، اليقين راه ما عندكش من فكرتك. العلاقه مع الرغبه، والعلاقه مع الشهوه، العلاقه مع المبتغى، العلاقه مع الاراده، العلاقه مع الامنيه، العلاقه مع الحلم، العلاقه مع اللوعه. هادو ما هماش صبابط عندهم ارقام كتمشي كتشري الصباط اللي مواتير لك وتتعقدو بهذاك السيوره ويشد لك. راه دائما لابس فرد اكبر منك. شتي هاد البلايص هادو، الرغبه والاراده والامر والشهوه والمبتغى والامنيه والحلم واللوعه والفونتازم، هادو والله الا لقيتي صباط قدك، تكون قاري ولا تكون عالي ولا تكون اختصاصي ولا تكون كيمكتي. دائما في هاد البلايص هادو الرجل ما هياش قد هذيك، قد هاد الامر. دائما عندك شي كتفرك الرجل داخل. هنا في الناس متساويين، القاري ولا ما قاريش، الاختصاصي ولا مش، هنا صافي تعادلين هنايا. اذا منين جاي هاد الامر؟ انا غادي نعطيكم واحد الامثله باش تعرفوا اين وجهه باغي نذكر عليها. يكون الاب والام حياتهم اولاده هما عائلته، ولكن تكون واحد الام لواحد الاب يراجع مع ولده مثلا تقريه، ولا تعلمه النظافه كيفاش ياكل مزيان كيفاش كذا، وكتلقى هذيك الام بعد ما دوزات سوايع وسيمانات وشهور وهي كتعلم بنتها كيفاش تجلس وكيفاش كذا وكيفاش كذا، وتتمشي هي وها لشي حفله ولا شي عرس، هذيك البنت بقى صغيره ما عرفاش ارتبكات ليها نفسها، ما بقاش عارفه تشد الفرشيط، ما بقاش عارفه تشد المعلقه، ما بقاش عارفه تشرب بلا ما دير الصوت في الشربه، وزات كتلخبط هاد البنت. هنا واحد التواني، يعني حسبوا الاجزاء الثانيه وشوفوا رده الفعل ديالكم انتوما في هذيك الاجزاء الثانيه. غتلقى بان هذاك الشخص ما تيقدرش يتمالك نفسه، كرهش انه يحرق هذيك بنته ولا هذاك ولده بديك النظره ديال وخ عليك شوهتيني وكنضل نوريك، ولا تلقى واحد الاب ولا واحد الام راجع مع ولده قراه قاد له الفروض صيب معاه كل شيء صافي، خصو يمشي يجيب 20 على 20، شاد الدرجه من راسها جاب 3، اللي حيت مجيب هذيك الورقه تيعطيها لباه تيقول له باه مثلا كابابل في الرياضيات، معلم في هذيك الماده. شتي في هذيك الاجزاء الثانيه هذيك التغلغيله تطلع، وهذا هو هلقومه غادي يطلق له واحد الكلمه، يعني ما قدرتيش تستقبله في نفس المسار اللي كنتي كتقول له هذيك السيمانه انت حبيبي وانت عزيز عليا وانت كذا. شتي دابا هنا راه كاين واحد البلاصه طبيعيه خاصها تبقى، ولكن ملي تتولي واحد رد الفعل اللي كتعتبره انت طبيعي اللي كيتسمى العفويه، العفويه هو انت طالع فرحان وغتبقى مستمر فرحان، ما غاديش وغدير دابا انا دخلت للصيف هذا الاب وصلت للبيت ديالي غادي نحيد العفويه، غتبقى فيك العفويه. انت جاي موتر ومقلق ما غتقدرش توصل دابا بالدار وتقول صافي انا دخلت في صفه الاب وغنوصل لولادي عند مرتي خصني نحيد القلق والغضب، هذا غادي ندخلوا في واحد الحال مصطنع. لا، المقصود هو يبقى الانسان طبيعي، ولكن عنده واحد البلاصه لداخل ملي تتغلغل تتمحي كاع داك الشيء اللي كان تيكتب، كاع داك هذا هو اللي تنقول لكم الغاء المعنى. الغاء المعنى، حيت ملي كتشري له هذه لولدك، ملي تتلعب معاه، ملي كتعومه، ملي كتقابله هو مريض، كتكتب فيه معنى انا كنحبك ولدي، انا كنحبك بنتي، انت كتكتب شويه غيدير هذاك الفعل المباغت اللي انت ما مستعد، ما كنتيش موجد له، ما كنتيش مستعد له. رده الفعل ديال الغضب وديال التقلق راها طبيعيه هادي. دابا حنا داوين في نفسك، ماشي غضبتي وبقيتي لداخل هادي، لا غضبتي ولداخل وليتي مكروز. علاش هاد رد الفعل دولدك اللي هو باقي صغير كيتعلم، باقي ما عندوش القدرات تسممك؟ شتي دابا فين وصلنا دابا؟ شتي فين بغينا نوصلوا؟ يعني خصنا نكونوا عندنا رد فعل
شبه تقني، يعني كتكون مع واحد انت خدام في واحد الكراج ميكانيك، واحد السيد خرج واحد السياره دوبلفي وفي السيمانه فرق عليها البوت فيتاس، سيمانتها يلا داها نهار اثنين الجمعه جا قال لك اخويا البوت فيتاس مفرقع، ما غادي تسممش انت كميكانيسيان تقول الله 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 بقى جديده اخويا واش درتي واش ضربتي شي حجره واش كذا وهذا، ولكن ما غادي تسممش انت الداخل ما غتغلغلش ما غتبقاش حاقد علو، غادي تعمر واحد الورقه كدير فيها فيش دانترفونسيون وكتاخذ المعلومات ديال السيرونس ديالو داكشي وتقول له اخويا دابا غتسين معيد انت خلي سيارتك راه تما ما كتغلغلش. علاش مع ولدنا ولا مع بنتنا ملي تيدير هذاك الفعل المباغت ماشي داروا عن صنعة ماشي داروا عن 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 كيف تيقولوا اصحاب اهل القانون قصد ترصد سبق اصرار وترصد ما دارهاش هو هكاك، هو في طبيعته هذيك هي الطفوله هكاك، كتلقى واحد الام كتسمم وغنلقاوها في نفس العلاقه ما بين المراه والراجل والراجل ومرته ثاني راه في نفسها. دابا غادي يكون الراجل غادي مع مرته ولا شي حاجه وشويه تغيت لفتي ولا لبستي هاد السروال هكا ولا شكون حملوش لبستي نعم ملاحظه اللي تقدر تكون تقنيه يا غال بنادم تيغلغل وصافي وتتخسر هذيك الجماليه اللي كانوا غادي خارجين سيدا صافي لبسات السروال نسات سات شقا تمار صافي دوز لا صدر الدخل بالكم علاش كيغلغل وملي تيغلغل صدرك راك صافي راك حرقتي ما يسمى بالاستقبال ما بقيتيش مستقبل الاخر في الخاطر عندك الخاطر عندنا راه هو الفراش اللي كيستقبل الاخر شتي ملي تتغلغل شي بحال هزيتي الفراش ولحتيه من البالكو صافي خليتي هذاك العود هذاك المطرح ديال العود غادي تقول واحد برك واش كنبركوا حبابنا في السدادر بلا هذاك البونج بلا هذاك الثوب خير حيدتيه هذاك الخاطر بقى العود. اذا من بعد ملي تيستمر هاد الغلغله هادي بسبب رد فعل طبيعي تقلقتي لا مريضه وايه ولكن علاش كتسمي علاش كتسمم وانا داوي على هاد البلاصه هادي انتم غتشوفوا فين غادي ندخلوا شتي ملي كتبقى تعاود هذيك الغلغيله ديالك هذيك التسميمه في خاطرك تحيد هذاك الفراش ديال الخاطر ماشي كتبقى تعاود تتمحي لولدك ولبنتك بلا ما تشعر المعنى اللي انت تتعب عليه تتخسر عليه الفلوس وكتخسر عليه صحتك وكتخسر عليه كل شيء وكتوجد له في المستقبل واحد الفعل اللي غادي يجعله معاك ما يكونش في هذاك الشيء اللي كتمنى فيه. يعني انا استاذ ممون واش الارتباط العاطفي ربما اللي كيكون عندنا مع ابنائنا او ازواجنا هو اللي تيخلي هاد الاحساس يكون ان الاخر ما كيكونش الارتباط معاه نهائيا؟ لا لا ها انت غتشوفي بعد ديال البلاصه اللي تبارك الله عليك عندك واحد الحدس فني ما شاء الله هذا مرتبط باللوعه وارتباطها بالانا وبالمثال السامي للانا لافكت ايليي او موا ايلي ديال دو موا اذا غادي تمشيو غنمشيو واحد البلاصه ثقيله باش تعرفوا بان ابسط الاشياء راه مصدرها اعقد الاشياء شتي انت ابسط الاشياء الشيء لا بغينا نبقاو في سطحها هي هذه لا فيما كيكون علاقه عاطفيه هذه راه عندها علاقه مع نفسنا مع نفسك مع نفسي مع كيفاش تكونت هاد انا الانا ديال الانسان تيقول انا شتي انا هذيك انا ديالو هذيك راه انا ديالك واش انا ديال الحاجه يعني ملي تيقول انا من وراها انا محتاج هذيك انا ديال الحاجه واش انا ديال الفونتاسم يعني كيحط على نفسه واحد شي حاجه كيتوهمها فيه يعتبرها حقيقه نراني ولد الشهامه نراني ولد الكعده ونرى داك راه الفونتاسم هاد الدار اولا انا هي انا ديال اللوعه شنو هي هاد اللوعه هاد الرغبه هادي هاد الاحساس اللي سميتو رغبه ما هوش اول احساس عند الطفل ملي كيتزاد شي ولو اول احساس عند المولود هو اللوعه باش كيحس باللوعه لان الرغبه علاقتها مع مم اللي غترغب فيه ما حد دابا حنا كنحسبوا الثواني دابا هو خرج شي واخا كتكون كتمناه راه تمنى تحمل راه تمنى تولد راه تمنى تكون عندها النسل شي هذاك هذاك اللي عنده علاقه غير مع الامنيه راه باقا الرغبه راه مرتبطه مع ثلاثه ديال الحوايج مرتبطه بها هي وبه هو وبباه
وبالقيم. فيها واحد الكوادرات فيها مربع، وغادي يوقعوا واحد الاحداثيات، وهذوك الاحداثيات خصها تفرز الرغبه ديالها هي كامراه، من الرغبه ديالها كأم، من الرغبه ديالو هو كرجل، من الرغبه ديالو كإمام لواحد القيم. وعاد كنزلو كنحسبو، وتما تظهر الرغبه ديال هذاك الطفل، ذاك الانسان. اما في الاول اللوعه كتحدث جوج الحوايج، ميولات كتعمر هزه، طوندونس اي بولسيون. فتيمشي تيرضع، راه في ديك الساعه لقيتها اللي كيرضع، راه ما كيرضعش عن رغبه، راه كيرضع عن اللوعه اللي حركات فيه ميولات ديال مسيرناتو كيرغرو بالجوع، ذاتو كترجف. طوندونس مشى، طوندونس كيتسمى طوندونس ناتوريل، ما هما راه ان فيت سي با اوسي ناتوريل. يعني كاين لو نوريسون اللي هنا كتبلوك عنده هاد الطوندونس، اما يرضع ما والو، تما يقدر تما يتبلوك كاع. خصك هنا خص تقراو لو كا ديال فرانسواز دولتو، اللي واحد كان تبلوك عليهم بقي الله نوفوني، وبقات كتكلم معاه وتشرح له شي حوايجات ويتطلق. يعني سي سو ني با اوسي ناتوريل كون لو بونس، سي داخل فيها ليسبي بواحد المعنى بواحد الشكل هائي. لان هو المعنى ديالو هو متصل بالمعنى ديالها، والمعنى عنده اربعه الحالات. عنده ليس هناك معنى، اللا معنى، خصص في المعنى، والمعنى. يعني كاين الناس اللي عنده المعنى، كاين ليس هناك معنى، وكاين اللا معنى، وكاين الخصص في المعنى. شي هاد الربعه هادي راه كيحس بهم هو، حيت اللي كيجي لعندك الحياه وتشد في يده ويشد في يدك، والعين تجي في العين، يقرا هاد الربعه. ماشي كيقراهم قرايه ديال 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 الدراسه، كيحس بهم قرايه الفراسه، لان هو عنده روح، عنده رصيد، عنده واحد، راه كائن حي ذاك، راه انسان. اذا اللوعه لها ارتباط بالانا وبالمثال السامي الان، لافيكت لي او موا اي لي ديال لو موا. تخيل شي هاد البلاصه هادي، هنا جاك لاكون هادي، بغي ما يعطيهاش، دي هي البلاصه في العين ديالو اللي غير شار ليها وحبس. يقول انفيرسمون، سو كو دوفيان لو سوجي، لو بوان او ايل سو ستركتور كوم موا اي ايديال دو موا، سوسي نو بورا جوستومون اون فان دو كونت فوز اتر ليفري. هو كيحبس، يقول لك اودي هادشي ما غايتعطاش لكم، وغايمشي وغايتكلم كو كوم ايتون. يعني هاد لو سوجي لو بوان، واحد النقطة اللي تبنى فيها تتأسس فيها الأنا، والمثال السامي للأنا. هاد النقطة هادي ما غي يشرحهاش، ما غي يوضحهاش، ولكن غي يعطيها إشارة. يقول لك هاد النقطة هادي كوم ايتون لو روتور لو رونفوا دو سيت ديليغاسيون بار لو سوجي كو لو سوجي ا فيت دو سون افكت à cet objet, à ce A, dont nous n'avons jamais parlé comme étant son renvoi. Et bien, quand les gens qui ont étudié l'ilm de cet alim, Jacques Lacan, tu sais, bien qu'il parle, je ne vais pas vous dire, je vous dis bien, il parle sur cinq objets petits. Il faut que je me rappelle de l'autre, qu'il est en train de se faire. Il s'appelle l'objet oral. Il y a tout ce qui est en train de se faire. زول تمو لفمو، يدو كتمشي لفمو، الحشي الخبز لقى في الطبله لفمو، ستيلو لفمو، كلشي كيتسمى لو ستاد اورال. حلقيته غيتعلق بالدبور ديالو، ان كتبدا الام كترغب فيه باش يوضع هذاك الحشاك والخروج، وتيولي هذاك الدبور موضع اهتمام الام، على اساس هو اللي كيعطينا الاشاره ديال واش هاد الدري كياكل مزيان، الدري رضع مزيان. فإلا دار كرشو مزيان، يعني تراه كياكل مزيان. إلا دار كرشو شويه، ترى ما كياكلش مزيان. ولا كرشو خانز بزاف، يعني تراه مريض. فكتبقى الأم مركزة على كرشو، على الدبور ديالو. هذاك الدبور، لوستاد أنال، كيعطي جاك لاكون دوزيام أوبجي. اللي هو السيبال. ثم من بعد، غادي يبقى الوليد غيوصل لوستاد فاليك. غادي يبقى يلعب بشي شيلتو ويجرها ويقطعها، خاصة ملي كيطهروه بدا خايف
مجروح غادي تيبكي ويقلب فيها. هاد الاستاذ فاليك هنا فين غتصعب على الذكر وغتسهل العمليه عند الانثى. لاك لاكون تيقول لك باش ملي غيكبر هو الذكر ملي غيكبر وغيحمل هذيك الذكوريه ديالو عنده جوج ديال الاختيارات بجوجهم غالطين. عنده غير جوج البيبان خصو يحلو وبجوجهم ما كيخرجو. ان يحمل ان يكون له قاضي وان يكون هو ذا القاضي. سي ان يكون له قضيب الا هنا في لافوار يقول لك الا ان فاليوس ما تخرجوش. وانه هو يتجسد كله كله. انا اللي بغي يفهم هذا الكلام هذا كاينه واحد مسرحيه ديال جون ماري بيغار الكوميدي الفرنسي اللي غيدير المسرحيه كلها على هاد العلاقه ديال الراجل مع سون فاليوس. ودارها في ستاد دو فرانس حاضر لها واحد الجمهور هائل. تنحييه هذاك الذكاء ديال هذاك المسرحي جون ماري بيغار لانه مشى دار تخيل مسرحيه حاضر دايزه في التلفازه حاضر لها الالاف وهو تيضحك وتيلعب بلا ما تيتملق ولكن بهاد البلايص هادو. اذا كيفاش غادي يحمل الذكوريه ديالو كذكر وغادي يبغي يجسد فيه معنى ان له قضيب؟ ما غتفتح ما غتسلكوش هادي. وشحال من ذكر له قضيب ويميل الذكور راه ما سلكاتوش هادي. وان يكون كله وكله كله في الصفه ديال دا القضيب كله كله كيصبح فاليوس فهي ما كتسلكوش. هذا هو اللي كتلقاه ديما باغي ينكح واحد اكبر عدد النساء وتيميل النساء وكيجري ورا النساء ما تتسلكو. جاك لاكوفي تيقول لك المسلك فيه كاين فاعتبار معنى غياب القاضي. Son inscription elle est dans son absence. ما معنى son inscription؟ يعني باش تستوعب انت كذكر بان لك قضيب وخصك تغيبو على ان لك قضيب خصو بحال يغيب. وتيقول لك وفين هو الانسان اللي عنده قضيب غايب؟ هي الانثى. هو غير فيها. سلقيت اللي غادي يجسدوا على انه غائب فين هو غائب؟ انت ما عندك انت راه حاضر. تيقول لك راه ما غاتسلككش لا هادي ولا هادي ولكن غاتسلكك انه تعتبره غائب. صدفه هو تيتكلم على انه غائب ان سيدنا ادم وامنا حواء بقيت لا ياكلوا من الشجره يغطيوا العوره ديالهم القضيب والفرج بالاوراق. علاش قبل ما ياكلوا ما كانوش مغطين القضيب ديالهم وهي الفرج ديالها بالاوراق ويكرم من واحد هذيك الشجره بدو تيغطي. خليوها هنايا يعني. اذا منين غتجي هذيك التسمم ومن هذيك اللي تتمحي لك هذاك الفعل راه ماشي حيت كاينه علاقه عاطفيه. هذيك راه سي لا كونسيكون نتيجه. دابا الاصل ديالها هي انك انت ملي كنتي كتاسس كانا علاقتك مع امك داك لاكون تيقول لك الانا ديالك لومو راه تيتاسس علاقتك مع امك خلال واحد الاستيعابك بالوهم بالفونتاسم لهذا الامر. باقي انت صغير باقي ما واعيش. ثم عنده واحد الامر هائل. شوف معايا لهنا عنده واحد لو شي ماشتي دير واحد جوج ديال لي فاز واحد الفوق واحد لتحت سيهم هاد الجوج هادو ودير واحد هنا. وهنا تيقول لك جاك لاكون جو في الوزيون او شيما دي اوبتيك سيتادير ا لوزاج دو ميروار كونكاف كي نو بيرمي دو بونسي لا فونكسيون دون ايماج ريال ايل ميم ريفليشي اي كي نو بو اتر فو كوم ريفليشي ا بارتير دون سارتين بوزيسيون دون بوزيسيون سامبوليك كي سيل دو ليديال دو مون. جاك لاكون دار واحد العمليه واحد التجربه اللي كان كيدرس انذاك يشدوا واحد الباس كيحطوه قدام واحد المرايه المريم اوقع تيجيب هذاك الناظر لواحد النقطة معينة. الأول إلا ما جابكش هذيك النقطة المعينة يبان لك
الفاز اللي في المرايه كيبان لك غير واحد، شويه تيمشي تيحط واحد الهيف واحد القلب يدير فيه واحد الورد. الفاز اللي كان تيبان لك انت في الاول هو داك الفخار، الاناء الفخار الخاوي كيبان لك في المرايه، تيحط واحد البلاصه اللي هي واحد فيه الورد، وكيجيب هذاك الناظر اللي كيشوف يجيبو يحطو في واحد النقطة معينة وحاسبه، وهذاك النوار اللي في هذاك الفاز اللي بعيد يولي يبان لك في الفاز اللي في المرايه. بزاف باش يبين علاقة، علاش هو تسمى اون ايماج غيال المام غيفليشي، عندك تسحابو غيفليشي قصد بها فقط لا غيفليكسيون داليميير، ما قصدش بها فقط لا غيفليكسيون داليميير، قصد بها غيفليشي اون طونك كونستركسيون باغ لا غيفليكسيون. تيقول لك شتي باش تشوف هذيك الصورة، إلا ما كانش عندك واحد البناء ديال لي ديال اليوم ما تشوفهاش. شكون هو هاد لي ديال اليوم؟ الأنا وعرفناه، وهاد المثال السامي الأنا شكون هو؟ راهو بك. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في رسول الله أسوة حسنة، في هاد المثال السامي الأنا راه هو الأسوة الحسنة. شتي إلا بقيتي غير معمق هذيك العلاقة الحاجة رضعك وتوكلك وتوصل لك وتلبسك وتكوني لابسة مزيان وتكوني كذا وتكوني كذا، غيكون بناء الأنا مقاد. ولكن هو ولي ديال ديومو متصلين، إلا ما اتصلش الأنا بلي ديال ديومو دارت هذيك العملية تريانغولاسيون، إلا ما دارتش الأنا ديالك بنفسه عاود تعطب. إذا ما معنى أنك تمالك نفسك؟ تمالك نفسك هذيك اللحظات هذوك الثواني، حيت قلنا لكم الطبع فوق منك يغلب عليك. الطبع راه هو هذا الأنا اللوعة، حيت كاين أنا الحاجة، كاين أنا اللوعة، كاين أنا الفونتاسم، وكاين أنا الحقيقي اللي غادي يتأسس له. شتي هاد أنا الحقيقي اللي يتأسس له قليل 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 اللي عنده، أغلبية عنده أنا اللوعة، عنده أنا الفونتاسم، عنده أنا الحاجة. هذا هو ثلاثية الخطيرة اللي محمق عباد الله. أنا قلت لكم يكون قاري اختصاصي كلي كان هنا متساوي بنادم طبيعة بشرية. هذا هو أنا كونسي. فكيمشي كيدرق على راسه بالسيفي ديالو، كيدرق على راسه بقرايته، كيدرق على راسه باختصاصه، هاك يدرق. جاك لكم هكا تيقول لهم بالحرف على المحاضرة، يقول له كون اختصاصي ولا كون أستاذ جامعي ولا كون بيرسون نو دون سي بوت، يقول حتى واحد ما زاكيلو البوت في رجلو هاد البلايص. هكا نعطيها لك بالجملة وبالحرف قدام الاختصاصيين العيار، بقيت يقولها لهم، يقول لهم بما فيه زعما هو ارتميت على نفسه، حيت هنا النفس اش الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، راه الله سبحانه وتعالى اللي غيدير لك هذاك الصباط على رجلك، هو اللي غيعبر لك العبار، هو اللي غيساعدك باش رجلك تقعد في الصباط. اما اذا هذاك رد الفعل في ذاك الثواني اللي غادي يمحي لك هذاك القلم اللي كتبتي يا حبيبي يا حبيبه يا كذا يا كذا، يا هذا الله سبحانه وتعالى كيقول في القران وما ابرئ نفسي. صحتي وما ابرئ نفسي، لا راني عايرتها استاذ، راني عضيت بنتي، راني كتفقصني، وما ابرئ نفسي. ماشي تبرئه ديال المحاكمه، تبرئه ديال العلم، تبرئه ديال العلماء، حيت ملي كتمشي تقرا عند هاد العلماء هادو وقتي غتبرر تقول بصح انا حاصل. شتي احسن لك تقول انا حاصل وتقول ولدك اودي راني حاصل في نفسي وراني كنخرمز وكنخربق، مره راه كنسلك معاك، مره راه كنصدق معاك، وعشره كنعطبهم، شي يقولها له احسن ما تبقى تبرر وتقول لا راني كنبغيهم وراني كنتمحن عليهم وراني لنا وراني. راك محيتي، راك محيتي، وملي تمحي نفسك علاش محات؟ لان الانا ديالك اساس اللوعه، اساس الحاجه، اساس الفونتاسم. استاذ مولا سمحتي لي نرجعوا للمثال اللي عطيتينا ديال الفاز. وربما يعني الناس للاسف كيصعب على الاعتراف بالخطا، قليل منا اللي كيعترف بالخطا اللي كيرتكب، فبالتالي حتى في التبرير النفسيه ربما زاويه الرؤيه ديالنا للامور تختلف. طبيعة الحال قد قد ترى الصحيح واراه انا خطا، وقد يرى الاخر خطا، ويعني هذا الاشكال هذا ربما اللي كيتطرح، واش حتى هو ماشي من المسببات الاساسيه في هذه العلاقه هذه؟ هنا
شنو هو ليغوسنتريك الذي مرجعيته ومحوره نفسه؟ شكون هو ليغوسنتريك؟ ليغوسنتريك هو الطفل، هذا هو لوموا ايديال. راه كاين هاد الانا المثال السامي للانا، وكاين انا المثالي. شتي هاد الانا المثالي؟ هذا هو لوموا ايديال. هاد الانا المثالي هذا هو الطفل في واحد اللحظه كيكتشف الجماليه ديال جسمه، وكيكتشف الجماليه ديال ذاته، وتيكتشف الجماليه ديال وجوده، كيلتحم بها، كتولي لوموا ايديال. انا هو المثالي. شتي هذا هو ليغوسنتريزم. هنا كتبدا هذه مرحله عند في الطفوله وفي بنيان النفس وفي بنيان الانسان طبيعي. فلهذا كتلقى الاطفال دائما تيمحور كل شيء حوله. دابا المصيبه ملي تيكبر واحد يجيبها معاه، كنلقاو دي زيغوسونتريك اللي عنده 30 عام، اللي عنده 40 عام، وكيدير الاسقاط على وليداتو. هاني جاك لا باش نجاوبك على النقطه ملي قلتي في الجمله، يقدر يبان لك انت صحيح ويبان لي انا خطا. كاين واحد النقطه اللي غادي يبان لنا كاملين صحيح وغايبان لنا كاملين خطا. الا خرجت انا من ليغوسونتريزم وخرجتي انت من ليغوسونتريزم، وجعلنا المرجعيه العلم. العلم بحال النجمه. دابا الا حنا عارفين هذيك النجمه الزهراء كدل على الشمال، ودايرين انا وياك موعد نتلاقاو في الشمال، انت يا خديتي المرجعيه ديال النجمه، بحال هكا كانوا كيمشيو الناس شحال في البحر وفي الصحاري، كانوا كياخذوا نجمه مرجعيه، فعارفين هذيك النجمه كيسموها الزهراء راه كتعطي واحد الموقع سميتو الشمال، وعارفين هذه النجمه سميتها كذا وكذا كتعطي الجنوب. فملي كيبغيو يسافروا يقول له فين شادين طريق، تقول له الشمال، اذا غيشدوا القبله تجاه هذيك النجمه. اذا لاحظتي ملي ما بقاش الانسان عنده درايه بالعلم الثقيل، ما بقاش عنده درايه بالعلم الصحيح، هذا راه علم صحيح، هذا راه ماشي علم نسبي، وترى صحيح. وقيت اللي اصبح المرجعيه هو تقويمك انت للاشياء وتقويم الاخر للاشياء اذا ها هو ليغوسنتريزم. ولا كل واحد عنده مرجعيته ديالو 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 ديالو. وشوف دابا هنا كيفاش النفس كتاسس، كيفاش لانكونسيون كيتاسس. شوف جاك لاكو دار له واحد الشيما. شوف كاين لو سوجي، هو كاين واحد التمثل ديالو في الاخر. شتي دابا ها شتي ها مو، ها التمثل ديال انا في مو، ها هو شتي. لاحظ معايا كاين واحد الاكبيره هنا جاك لاكو دير واحد السام تيقطعت جوج، وها هو دار لانكونسيون، ها هو لا شعور في البنيه النفسيه. شنو الدور هذا الكبير الكونتو، شنو دوره؟ هو كيدير واحد القطيعه معينه الالتحام ديالو هو مملكة كتكون فيها وفي علاقته معاه كيتاسس لوموا ديالو. شتي تقطع بزاف مضطرب، شتي الا ما حصلاش هذيك القطيعه مشى فيها الدري. نقول لكم مشى فيها، عندها واحد الدوزاج، ما خصهاش تفوت واحد الحد وخصها دار. الا ما دارتش كارثه، ولا دارت بقوه كارثه، ولا دارت بحده، ولا دارت متارجحه فيها اضطراب كارثه، خصها دار عبار. اذا الوقيته اللي الانسان باغي يعرف واش هذا الفعل خطا ولا هذا الفعل صحيح، شوف سيدنا الرسول اش غيقول، استفتي قلبك. شوف الحكمه المحمديه، شوف الثقل، استفتي قلبك. ياك قلبك، ياك قلبك فيك، ياك انت. اذا واش دلنا على ليغوسنتريزم؟ حيت ملي قالك استفتي قلبك راه القلب راه فيك انت، راه في انا. اذا مرجعيتي هو قلبي، اذا مرجعيتي هو انا. اذا واش سيدنا الرسول غيتناقض مع العلم؟ راه هو بد العلماء. دابا تخيل دابا نظريه ليغوسنتريزم معايا، هو تيقول لك استفتي قلبك. دابا شتي انا دابا هنا تنخدم بالديلام، هذا كيتسمى في المنطق لو ديلام. انا من بعد عاد نفكو، دابا كنحط الديلام نخلي واحد كيتزعزع له الديلام في مخو، عاد غادي نفكو. اذا ملي قالك استفتي قلبك، القلب راه فيك، اذا نفسك، اذا انت. والعلم تيقول لك ليغوسنتريزم، ولا بقيتي ايغوسنتريك مشيتي فيها. ما عمر التوازن العاطفي مع الاخر ما يكون، لان المصيبه يطيحوا بجوج ايغوسنتريك، هو متمحور حول نفسه وهي متمحوره حول نفسها. هي كتقول عندي الحق وهي تقول عنده الحق.
وديما الاصطدام وديما البكا وديما العنف وديما الروينه. اذا استفتي قلبك، قلبك فيك في نفسك انت. اذا وسيله رسول الله تنقد مع العلم. يلا تزيدوا، يلا حطوا المزيده. حطوا المزيده. وربما بمبدا المؤمن قلب المؤمن دليله، يعني اكيد انه كتكون زيد انت بديتي كتشميها زيد، كتكون شي حاجه. رجع 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 الشطر الاول في الجمله، قلب المؤمن خلي يكتب. زيد شوف فيها، زيد شوف فيها، انت شميتي الله يرضي عليك، برافو عليك. ولكن زيد شوف فيها، قلب المؤمن سر الايمان. ربما حنا كنتميزوا ببصيره معينه الا كنا مرتبطين. زيد زيد انت كتحوم عليها، انت كتحوم عليها، انت كتحوم عليها، انت كتحوم عليها. نعم كتكون كيكون لان الانسان كيكون مؤمن ومسلم ببعض الامور كيكون الارتباط ديالو الايماني كيعاونو. زيد 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 واحدين. زيد زيد الله يرضي عليك. شي بنتي كتشميها. والله سبحانه وتعالى لا يسعني كوني ويسعني قلب عبد المؤمن. دار ملي قال سيدنا رسول الله استفتي قلبك رفيه الله، معنى انه معنى ما كاينش لي معنى ما كاينش لي كونسونتري. شفتيها شي دابا اللي ما عرفش الفكر المحمدي وفهموش في البعد ديالو ما رابطوش مزيان يلقى يقدر يظن فيه انه فيه هفوات ولا متناقض. وحتى ملي تمشي تشد العلم وتشد الفلسفه وتشد العلوم كلها وتسرحها وتشد الفكر الاسلامي وتقدم معاه انت، انت اللي غتسرح ماشي هو. العلوم الاخرى انت اللي خصك تسرحها، ولكن هو قدام العلم المحمدي انت اللي غتسرح. عنده جلاله هو غيمعطيك بغيت زعما تمعطيه، والله الا ما عطيتيه انت تمعطى، خصك انت تمعطى. ولهيه العلوم الاخرى انت تمعطيها، وملي كتمعطي العلوم وخا كتكون سيد العلوم وتجي قدام العلم محمد وتماطا يعطيك الاذن يعطيك التزكيه. تخيل ليغوسونتريزم هنا مهرس تحل هاو شي ليغوسونتريزم، راه هو هذيك الحلزوني ديك هذيك البلاصه الحلزونيه شتيها دايره بحال شي سبيرال شاك تطلع. ها هي راه قويه باش كتعطي واحد البنيه، ولكن من بعد خصها تحل، خصها تبقى مقوقه بحال ديك الحلزون. اذا شنو اللي كيجعل يغلغل؟ علاش هذاك الانسان تيمحي؟ لانه هو في علاقته مع هذاك الولد ملي تيقول له كنبغيك، ملي كتقول البنت كنحبك، ملي كتصرف وكتكتب فعل المحبه، راه هنا عندها غايه. الغايه ديالها هي لقيت فيك انت يا ولدي والمضنون فيك انت بنتي انك تكفيني الحاجه اللي انا مخصوص منها، يعني يجعلنا الاخر يكون عواط واحد الخصاص في كتاف واحد واحد ما تظنه محروم منه، ما تظنه ناقصك، ما 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 ما. وهذاك الابن بدات وهذيك الابنه بدات ما جاتش باش تكون عوض لحاجتك واللي انت كتظنه انك مخصوص منه. اذا علاش ذاك لاكون تيقول انفيرسمون سكو دوفيان لو سوجي، يقول لك وبعكس هنا يقول لك هاد المرء هذا شنو شنو فين تي شنو مصيره، فين تي فين تيتحقق في واحد النقطه اللي كتاسسوا ما بين الانا وهذا المثال السامي للانا. يقول لك هادي جوستومون اون فان دو كونط نو بوغا فو زيت ليفري ما غتعطاش. علاش؟ لان هنا بالذات راه ذكي عبقري هذا السيد، شي والله كوزاد هنا يتحرق، شي كوزاد هنا احسن حاجه قال لي هذا هو مقام خشيه الله ونعم بالله. نشوفها في البلاصه هذه اللي هو خلاها بين قوسين. هذا الرجل عنده واحد الفراس عطاه الله، واحد الفراس عطاه واحد الدكة عطاه واحد العبقريه هائله. تخيل بلايص اللي احنا عندنا الفكر الاسلامي، لان احنا في القران راه كلام منزل من عند الله، راه هذا باش احنا كنختلفوا على الشعوب الاخرى، عندنا كلام ديال الله كتقراه، هذا هو الحقيقه. شي لقيت اللي كنمشي ندرس واحد العين كيما كان ونقادو مع مولاه مزيان كيف واحد الطوق حتى تنشوفو مزيان، وكنجيو كنعرضو ندير داك العرض كنقدمو بين يدي الله ورسوله في الكتاب والسنه، كنقدمو وكنمشي كنقدمو في خمسه السوايع ولا عشره، كنقدمو في حياتي. وكنمشي وكنلقاه مكاليبري، ما اخترقش واحد البلاصه، ما قلاش الادب واحد البلاصه، بقى موقر واحد البلاصه، واشتغل في واحد البلاصه كنعرفو عين صالح. وإلا جيت لقيتو اخترق قل الأدب ودار الإساءة كنحيدو جانبا ونمشي لبلاصة أخرى، ما
مرحبا. نمشي فاصل قصير مستمعينا الكرام، نرجع نستقبلكم بطبيعه الحال، واكيد انه الدردشه حول الموضوع ما زال مستمره في الشق الثاني المتبقين بعد المكالمات باذن الله. اكيد اننا غنواصلوا في نقطه معينه حتى نوصل الخلاصه ديال موضوعنا اليوم. بقوا معنا مستمعينا لحظات وراجعين. مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم مع المحلل. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا. لقائنا متواصل معكم ودائما معنا الاستاذ ميمون مبارك الدريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع على 0522 46 72 52 او 0522 88 0060 او 61 او 62. دردشه ديالنا حول موضوعنا اليوم مازال مستمره في علاقتنا بالمعنى وما حي المعنى. طبعا الحال غادي مازال نواصلوا في جزء ثاني من النقاش، لكن قبل منها ناخذوا مكالماتكم ونسمعكم. معنا لالا ام كلثوم من تطوان. صباح النور لالا. صباح الخير اختي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لالا لاباس الحمد لله خير. استاذ بغيت نكلمك في واحد الموضوع. خير. مرحبا لالا، تفضلي. عندي واحد البنيته كانت عايشه معايا ومن بعد حلا شي سوء تفاهم دابزنا انا وياها وضربتها. واش غير مربيها ولا بنتك؟ لا بنتي. شحال في عمرها؟ المهم خلقها 86. ومن بعد ملي ضربتها جمعت شويه مشات عند اختها من باباها تعيش معاها. ملي كنمشي عندك تقول لي انا ما كنعرفك، ما انت يما، ما انت هذه، ما انت هذه، وانا كنرغبها وكنقول لها زعما رجع فحالك من الدار ديالك وانا هذه وقاسها معمره بالناس وزعما ما عرفتش هذه دابا علينا. كتبغي تشبر مني التليفون، ما كتبغي تشبر حتى شي حاجه، شافتني في الزنقه ما هدرتنيش. الله الله. وانا زعما ما متلاش شي حاجه من الله، ما متلا والو. الله 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 الله. زعما قريتها وكبرت وخرجت من كليه. الله الله الله. وكنت عندي في الدار زعما ما عندي ما نقول لك، دابا العائله ما عندها، ما عرفت حتى شي مع الناس، ما عرفتش والله العظيم زعما. قول لي لالك عندك شي بنات اخرين؟ شي بنات اخرين غير هي؟ عندي عائلة واحدة. بنيتها كبيرة عليها. وما كتحاولش تعقلها اختها؟ لا، هي السبب ديال المشكلة مع هذيك اختها دافوني. دابزو هي واختها. ولكن هاد اختها ما كتحاولش تعقلها؟ لا، هي ما كتهدراش سنين، ما كتهدراش. وفين ساكنة دابا هاد البنت اللي خرجت؟ مع اختها في تطوان، في قلب تطوان ساكنة معاها. ايوا هاد اختها اللي ساكنة معاها ما كتحاولش تعقلها؟ لا اختها هذيك بالعكس، هذيك هي اللي كتزيد عوج عليا حيت عندنا شي قضية ديال الورث. وخصها هذيك حقها في الورث، وانا كنت شي بغيت نعطي لها، قلت زعما البنات ما جوجوش حتى يسالي الورث، عاد حتى جوج البنات عاد نعطيك حقك في الورث. الله الله. وهي دابا هذيك بقات كتتواصل معها، تواصل معها حتى زادت هي هكذا، وفاد مؤخرا لالا كلثوم. ما عندكش الحق تصرفي في هذا الورث، ماشي 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 بلاصتك. يمكن لك تنصحي ولكن تحرمي واحد من حقه. دابا هنا نصبتي نفسك في واحد البلاصه فوق منك، ودابا انت في هذه البلاصه ظلمتي. عندك اختي الورث. لا الورث لا، ماشي بلاصتك الشريفه، الورث الله اللي عطيه ليهم، الشرع عطيه ليهم. دابا ما عرفت استاذ نجيبها. انا عاود شبرت انا ما بقيتش كنفتش عليها باش نردها في حالها للدار، وهذه عطيتها النخه قلت خليها معها خليها معها. راجلك راجلك متوفي؟ ما كاينش العمام؟ ما كاينش الخو؟ ما كاينش العمام؟ ما كاين لا والو. عندهم عمات عميتهم باباهم، ولكن حتى واحد ما كيفتش علينا، ما كي ما كيسول فينا، ما بقى ما كاين حد. شحال في عمرك اللي كلتو؟ انا في عمري 51. عرف اختي شتي هنا، الله يجازك بخير، خصك تحاول تبدل عقليتك. انت حاول تبدل عقليتك، حيت دابا الا طحتي في واحد بنتك ولا واحد ولدك معناد. ما معنى معناد؟ معناد راه ماشي راسو قاصح، معناد راه حاصل في واحد البلاصه، حاصل في واحد البلاصه في نفسه. دويت لكم على ليغوسونتريك، قلت لكم المحور ديالو نفسه. الا ديروها بحال حلزون هكا، ديروا واحد دائره وبقاو غادي كتكبروها عندكم تسحبوا. راه هو اللي كيهمو هو نفسه، راه اللي كيهمو ما في نفسه، كاين واحد الحاجه في نفسه. شنو هي ديك الحاجه؟ تلقيت اللي كيكون كيتاسس الانا، هي الام كتاسس لولدها ولا بنتها هاد الحوايج، كتاسس له علاقته مع الرغبه، علاقته مع التعبير والكلام، وعلاقته مع الاهل.
كتأسس له ثلاث. شتي هاد المثال سامي الأنا إلا ما دخلش على الخط هذا هو بك، إلا ما دخلش على الخط وحضر برز يبرز هو بحال البدر بحال الهلال بعيد، ولكن راك تشوف القمر واخا بعيد هاو، والقمر الدور ديالو بالنسبة لنا حنا هو اللي عطانا عدد السنين والأيام. شتي القمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. شتي القمر كون ما قدروش لنا الله هذاك التقدير بدقة ما كناش غيكون عندنا 12 شهر، ما كانش غيكون عندنا المواسم، ما كانش غيكون عندنا الأيام، كنا غيكون عندنا غا ما عرف شنو. إذا شنو عطانا هنا كصورة مجازية للقمر؟ أنه هو اللي كيساعدنا باش نستوعبوا صيغة الوقت، صيغة الزمن. والطفل إلا لاحظتوا مع أمو ما عندوش صيغة الوقت، ياكل بلا وقت ويلعب بلا وقت وينعس بلا وقت ويفيق بلا وقت، يعني هادشي ما كاينش. هانتوما لاليات معاكم ولادكم وشوف الولد مع أمو ما يبغيش ينعس، يبغي يبقى فايق معاها حتى لطنج الليل، فرحان اللي هي فرحانه يبغي يبقى فايق، وراه تيدلى بالنعاس وما يبغيش ينعس، يقول لك ينعس رباه يقول له كليتي غسل سنانك سير تنعس. شتي هذه هو اللي قلت لكم صيغه الامر، شتي هذه ماشي صيغه الامر اللي دوينا فيها الاسبوع الماضي انه الامر مؤسس الاراده من الفوق، هذا راه غير صيغه تعليمات والوقف والحد، كتسمى عندنا في اللغه صيغه الامر، اما ترى والله ما عندنا احنا صيغه الامر، امر عند الله سبحانه وتعالى، احنا عندنا غير تعليمات، عافاك الله يخليك دوز مع الساعه الفلانيه ودير كذا، هذوك تعليمات. صيغه الامر انك كتحكم في الواقع، كتقول شتا حيدي منه سير هنا، كتقول ريح حيد منه سير هنا. علاش كتشوف الافلام كل ما كيحماق لهم الاطفال فيهم السحر يوم لما جي فورمول تيحضر تفاحه فورمول، لان هذاك هو لا بونسي فونتاسماتيك عند الطفل. تخيل حتى الكبير ولو كيظن انه تخلى من شظايا البنيه الفكريه الوهميه من اللي تيسحب بان راه عنده صيغه الامر راه سي دي فونتاسم، وراه ما عندكش الامر، غاتامر باللغه غاتامر بالحال، ولكن كل واعي راه تعليمات راه تصرف راه ماشي امر، الامر راه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ولو انك انت في اللغه عطاك الايدن تقول انا كنامرك ولا امرك ولا الرجل امر مرته، راه في اللغه هي وفي الحقيقه لا، لان لا بغي يعصاك يعصاك، والامر الحقيقي ما كيتعصاش كيتنفذ، يا اما كيتنفذ يا اما العدم. ميمكنش دابا واحد 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 مخلوق ولا شي شيء يامر الله وما يخضعش، ما يمكنش، هذاك هو الامر ما كيمكنش تعصاه. شوف شنو قلنا على الملائكه، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون. شوف كي الامر تاثر عندهم ما بين ما تيقولوش لا وما تيزيدوا ما تنقصوا على داك الشيء اللي تقال لهم، علاش؟ ما عندوش النفس، الملائكه ما عندوش النفس، اللي عنده النفس عنده الرغبه، واللي عنده الرغبه عنده التحديد الممنوع. بان لكم علاش هو ملي خلق سيدنا ادم وحواء من عليهم الشجره، حيت راه بالممنوع باش كتكون النفس، شي ما يكونش ممنوع ما كاينش النفس، كاين الامر. الملائكه في صيغه الامر المطلق، حنا في صيغه الرغبه والاختيار والتحدي المطلق. الممنوع مرغوب، لا 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 ما نقولهاش ما تقولهاش. شتي هو الوقف هدفه ماشي حرمك ماشي حاجه، هدفه يزكي واحد المعنى، لانه اول معنى حضر عند الانسان يمشي تزكيه المتعه اللي غتجي من وراه غتسطيه. للاسف كيجي معنى وكيبان لنا معنى اخر، كنطلقوا المعنى الاول نمشيو للثاني، يجي المعنى الثاني كنبداو نشوفوا الثالث، كنطلقوا الثاني نمشيو للثالث، هذا هو المجازي. المجازي فيه طيف المعنى، معنى كيدفع المعنى كيدفع المعنى. مثل نوره كمشك، شتي الكاف المشكات في مصباح، شوفها المصباح في زجاجه، زجاجه نعم كوكب دري، سي ها هو واحد كيدفع لواحد. دابا تخيل دابا انت كقارئ ما بقيتيش قادر، الله شوف سميت الجلاله مثل نوره كمشك، شوف المعنى غيدينا المشكاتو في مصباح. تخيل دابا ما بقيتيش عاقل، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشك، مشيتي بقيتي تابع الكاف، كاف تشبيه كاف 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 كاف، سي هذا هو الطيف
كيف 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 فين الحقيقة ديال النور ديالو فين هي؟ في جميع صور المجازية اللي جمعها هو بالكاف، ما عمرك تجمعها في عقلك. كتسمعوني كندوي لكم على ديمونسيون دو ريبريزونطاسيون، دوقوا منا شوية ونرجعوا ليها بعد الفاصل. شنو هي لا ديمونسيون دو ريبريزونطاسيون؟ باش تمالك نفسك، يكون عندك تمثلات وانت كتقوم بدور تمثيلي ماشي مسرحي، تمثيلي نيابي. دابا انت كتنوبي على صيغه الامومه الانسانيه لقيتي اللي ولدتي، شي الامومه اللي مجموعه كاع في الكره الارضيه، هذيك الامومه ديال النساء اللي في الارض اللي حملتي نبتي عليهم من اللي ولدتي، نبتي على الامومه الرحيمه اللي رضعتي، نبتي على الامومه اللي كتمحن من اللي فقتي بالليل، نبتي على الامومه اللي كتسهر. اذا جميع الامهات فيك. قال لك لذلك الاب ملي كينوض في الليل الشتا كطيح ويخرج يقلب على واحد السيرو ولا واحد القويبات لولدو طايب بسخانه، ولقى هاد الصيدليه حاله بالليل قالت له ودي ما عنديش هاد الدواء هذا، او شوف راه كاين واحد الصيدليه في المعارف وهو جاي منين، جاي من البرنوسي، جوج الليل الشتا البرد وغدا خصو يفيق مع السبعه ونمشي للخدمه. هذاك طلع اللي غيطلع جوج الليل حتى المعارف ولقى الزحام الصيدليه عامره واقف خصو يرجع، ولقيت اللي غيرجع وغيدير هذاك السيرو قبل ولدو غيعطيه خاطر ناس سيبقى بارك حدا ولدو حتى ديك السخانه تهبط، ويقول لمرتو صافي انت دابا رضعتي وقابلتي سير ارتاحي باش غدا تكوني معاه خليني انا شاد. شتي هذيك صيغه نيابيه، لان با دارها معايا، جدو جدي دارها مع با. شتي هاد الصيغه النيابيه وهاد الصيغه التمثيليه خصها تجمع لينا هاد الاشياء هادو. عندنا الطبع، عندنا التطبع، عندنا الشخصية، عندنا السلوك، عندنا التصرف، عندنا المزاج، عندنا الخاطر، عندنا صيغة الرغبة، عندنا صيغة الإرادة وصيغة الأمر، عندنا صيغة الشهوة، عندنا صيغة المبتغى، صيغة الأمنية، عندنا الحلم، عندنا اللوعة، عندنا الفونتاس، عندنا خصائص في المعنى، عندنا لا معنى، عندنا ليس هناك معنى، وعندنا معنى. شتي هادشي كله، هادشي كلشي اللي قلت لكم، ونقدر نزيد. عطيتكم أنا غير واحد الأجزاء باش يبان لكم هاد انا، هاد انا ديالك انت شوش فيها؟ فيها كامل، فيها الطبع، فيها التطبع، فيها الشخصيه، فيها السلوك، فيها التصرف، فيها الخاطر، فيها المزاج. هادشي اللي صرت لكم شي كله غتجمعوا كله في تشخيص مميز ومميز. تشخيص يعني شي بحال سيناريو اللي كيكتبوا هذاك المخرج، الشخصيه اللي كتدور كتلعبها انت هي في المسرح وكتلعبها انت في المسلسل ولا فيلم، ما تلقاش داك السيناريست اللي كتب داك المخرج ما تلقاش دار واحد الشخصيه كتشبه ليها، ديك هي دائما وحده بعيده على وحده قريبه للاخرى، كيتكاملوا ولا كيتنافروا، ولكن وحده مميزه. شتي صيغه النيابيه هي عندك واحد الخط، الاقصى اليمين ديالو ما هو طبيعي، الاقصى اليسار ديالو ما هو عقلي وفكري. اللي كتحضر قدام الملك، تحضر قدام واحد شخصية هامة، تحضر قدام شي شخصية ولا شي حاجة، شتي ولو يطرح داك أي فعل مباغت ما غادي تسممش في خاطرك، وما غادي تديرش هذاك رد الفعل اللي ملي كتكون بوحدك مع ولدك، ويطرح هذاك الفعل اللي يطرح داك ملي كنتي حدا الملك، ويطرح داك ملي كنتي مع العامل، ويطرح داك ملي كنتي مع الرئيس ديال الملتي ناسيونال مخدمك. إذا علاش حدا هاد الشخصيات الكبار بقيتي مرزين وبقيتي ثابت وما درتيش هذاك التغلغيره وديك التصميمه، ولكن نفس رد الفعل اللي طرا مع هذوك الشخصيات الكبار ملي غيطراك في بوحدك في دارك في كوزينتك في طوموبيلتك في قسمك كمعلم ولا كمسؤول بوحدك، تتغلغل وكتسمم. علاش؟ عرف بان ملي حدا الشخصيات الكبار تكون مرزن، هذاك ماشي مرزن، هذاك راه الخوف. عرف ان المثبت ديالك تما راه هو الخوف. وحنا شنو قلنا في هذا المقام؟ الخشيه. شوف الفرق بين الخوف والخشيه، ان الخشيه مؤسس ليها المحبه والعين. تقول لك يخشى الله من العيبات ديالو الحراره، شكون؟ العلامه. شي علاقتنا معايش على المحبه والعين، ها تعطيك الخشيه. شتي لقيت اللي كتلقى شي واحد كيغلغل تيتسمم وكيمحي المعنى اللي تابع له،
عرف صيغة التمثيلية في أنها جامعة هذه الأشياء اللي قلت لكم دابا في تشخيص واحد فيها اضطراب أو ما مكتملش. لا نوسيون دو ريبريزونطاسيون دو سو سوجي اي سوا اون فايت سوا اون تروبل. فهذاك الشيء حنا كيفاش كنقراو ديك التلغيله، هذاك الشخص اللي كيتغلغل هذاك راه ماشي، راه ماشي بقى فيه الحال، هذاك راه ماشي، هذاك راه الصيغه ديال التشخيص ديال هذا الشيء اللي قلت لك ديال الطبع ديال التومبيرامون كاركتر البيرسوناليتي، يعني الطبع والتطبع الشخصيه السلوك والتصرف الخاطر والمزاج الامر والرغبه والاراده والشهوه والمبتغى والامنيه والحلم والفونتاسم واللوعه وصيغه المعاني في ان نعم كاين المعنى لا معنى ليس هناك معنى كاين هناك خاص في المعنى مربعه شي هادو كلهم رسوسون غير دي كاتيجوري راه جيت نحلهم شي كنوصلوا هنا 385 جزء هاد العشرة دابا عطيتكم لها 12 جيت نفرعهم 385 فرع كيتحلوا ولا زدنا ندقوا راه نلقاو لا فيني غير محصورين عند واحد العدد العلماء والفلاسفة في 300 وكذا 185 اللي محصورين. خريطة هي كتكون بحالكم محطوطة في الدين ديال الإنسان. إذا كاين إنسان اللي عارف نفسه 385 صنف اللي فيها ماشي الصنف ديال النفس، تركيبات هذوك لي كاتيجوري لي سو كاتيجوري لي سو كاتيجوري اللي ملعبينها وعارف الميزان كيرسور ديالو، يعني بحال واحد الكيرسور بحال الرقاص. لقيتي اللي كتبغي دير الفعل شوف صاحب الخشيه عطاه له الله غير في الخشيه، ما يحتاجش 385 كاتيجوري صنف ويلعبها كخريطه، ما يحتاجش. اللي عنده الخشيه وحده مثل الخشيه، اللي عنده الخشيه معفي من هذا العمل، واللي ما عندوش الخشيه والله يا اما تخصو يدوز يقرا حياته كلها ويشوف يشوف. تخيل اش كيولي عندك ملي كيكون عندك الخشيه بحال الرقاص، ملي كتبغي دير الفعل رد الفعل ولدك ولا في بنتك ولو انه غلط كتستحضر شنو قلنا لكم، ها هذاك المثال السامي للانا الاسوه الحسنه سيدنا رسول الله، وكتشوف فيه وجه الله. نقول لكم بلغتنا البسيطه اللي هي ماشي بسيطه بالقدر اللي كيفهموا العلماء، انا ماشي منهم، انا راه غير قراب ديالهم، انا مرام كاينين الله يسرق القلب عليهم. اذا لقيت اللي رد الفعل ديالك شتيها انت خارج دابا حنا كندوي على الجزئيه الثانيه غادي تغلغل مرام راه غتفلت لك الدابه غتكريط غادي تركل. حنا داوين دابا على شخص ولا واحد اللي يفهم، جايه الدابه غتركل جايه غتمحي كتحضر الخشيه بواحد السرعه. تخيل الجزيئات الثانيه كتضرب وكتحضر الخشيه وكتمشي للاسوه الحسنه سيدنا رسول الله وكتشوف في وجه الله. ريانغولاسيون الفعل كيدير ما كياديهش كتمحاش، كتبقى المحبه اللي قيدتي ثابته، قيدتي ثابته، اللي قيدتي ثابته. النهار اللي كتقول له ولي الله يرضي عليك خلي هذاك الامر سير هذاك الامر، كتشوف كيطيعك يقولك نعم، كتستارح في قلبك كتقول الحمد لله عطاني ولد مرضي، وهو راه يثبت الله الذين امنوا بالقول. علاش قال القول؟ لان صيغه التعبير صيغه الرجاء صيغه الاراده صيغه الامر، اي صياغ في عندنا حنا الانسان كلها تصاغ بالقول. مرحبا. ناخذ مكالمه اخرى هذه المره سي عبد الله من مراكش. اهلا وسهلا سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الا كان ممكن اسيدي قرب التليفون ما كنسمعوكش مزيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل اسيدي. مرحبا. بخير. لاباس خويا سعد. سي عبد الله. عبد الله. اييه. مرحبا بك. عندك واحد السؤال استاذ وعندك واحد طلب الله يخليك. تفضل اخويا عبد الله مرحبا بك. سؤال هو الله يرحم ليك الوالد راه محيرني مده هذه الله يكرمك. قول خير اللي يقدرني. استنك يا الله يرحم ليك الوالد. قول. شنو هو سؤالك سي تفضل. ها شنو؟ كنت كنبغي واحد البنت بزاف. شحال في عمرك سي عبد الله؟ 34 سنه. اييه. وهاد البنت هذه كتبغي؟ كنبغي نتقدم لها وباقي ما قدرتش، عندي واحد المشكل مع الاهل ديالها من قبل شويه تقريبا، باقي لك صافي العمر ديال شي 17 عام. سمعتيني يا استاذ؟ كنسمعك كنسمعك. المشكل هو الخالة ديال امها. اها. خد الجدة ديالها هي. اها. سبق لي يا استاذ وزنيت بها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يغفر لي.
ودوكا استاذ هو بغيت نعرف واش جائزه ليا هذه البنت ولا ما جائزاش ليا نبعد منها. لا دابا شوف اخويا ما تصيغهاش من هذه الصيغه ديال جائز من حيث حلال ولا حرام. هي ما هي بنتك، ما هي اختك، ما هي عمتك، هي من حيث الزواج من جهه الشرع الفقهاء والعلماء راه غيفتيو عليك، وحنا الحمد لله راه اولاد الفقهاء والعلماء عارفين واحد الجزء من هذا الباب. ما هيش محرم ديالك من حيث الحلال والحرام الشرعي، ما هيش محرم، ولكن من حيث النقاهه، نقاها هي واحد البلاصه دنسات، البلاصه ملي كتدنس تخيل غدا تولد معها وتموت انت طول عمرك، راه هاد العائله ديالها اللي غيربيو لك ولادك، حيت هي الى ولدات وتوفى لها راجل خصها تخرج تخدم، تخلي بنتها ولا ولدها عند امها، وإلا خلات الدري ولا البنت عند امها راه معني ترى في يد الخاله وفي يد العمه، لان العائله كتتناوب كتقول لك عافاك اجي شدي لي ولد فلانه راه غادي خارج اجي. اذا هذيك المراه اللي انت يا دوزتي معها هذا الشيء اللي زنيتي معها، اذا شنو معنيتها؟ كيفاش غتنظر هي لهذ المراه هذه؟ كيفاش غتنظر لواحد المراه من عائلتها مشاركه نفس الراجل في الفراش؟ ولو كل شيء مسكوت عنه، ولو كل شيء تجاوز ودوزناه، راه غادي يبقى يروج، راه يروج، يروج في الصدر. وهذا الرواج ديال هذيك المعلومه اللي كتروج في الصدر، واش ما عندهاش اثر وقع على الانسان؟ انا نصيحتي لك السي عبد الله حيد من تما، حيد، راك عارفني اش كان نقول على الحب ما بين الرجل والمراه. في البدايه ما كنعتبروش انا حب، وما يمكنش لي نعتبره حب حكم هادشي اللي دارس انا عند هاد العلماء، وهادشي اللي كنظن نتكلم معكم فيه، ما يمكنش نعتبره حب. هو لوعه، هو رغبه، هو امنيه، تعبير الرجاء، هو واحد الحلم، سميه كما بغيتو، كتسميه حب على اساس راكم وصلتوا له. الحب راه بحال اللي غادي للحج، انت باقي في المغرب كتقول انا غادي للحج، واش انت حاج؟ راك باقي ما حاج، ناوي تحج. فمن الاداب تبدا يقول المغاربه هذاك اللي غادي يحج حاج، والحاج حيت زعما راه صافي نوى، الحج في النيه، ولكن هو الحج ماشي في النيه، خصك دير المناسك ديالو وتصلو ودير كاع الشروط ديالو وتختمو عاد كتحج. اذا راك دايرك الحب راه بحال غتمشي للحج وناوي تمشي للحج وكتوجد كدير عرس بحال هذاك الحاج كيدير صداقه، ولكن باقي ماشي حاج، راه شرى البيي، راه دار شرات ثوب ديال الاحرام، راه دار كل شيء وباقي ماشي حاج، حتى تيمشي ويوصل ويستقر ويدوز المناسك كل هذا الحج ويرجع على الحاج، عاد كيتسمى الحاج. وراك دارك الحب راه بحال واحد البلاصه غتمشيو ليها، ملي كتقول انا كنحبها راه معناتها انا راني باغي نحقق الحب مع هذه السيده اللي انا راغب فيها، راه راغب. والراغب من الحاجه ومن الوهم اكثر ما هو راغب من الحب، حيت راه كاين اللي باغاها تولد، كاين اللي باغي غير ينكح، كاين اللي باغي غير يبان واخد واحد المراه زوينه، كاين اللي باغي، هذاك راه هو الوهم والفونتاس، هذاك راه هو طلب الحاجه، باغي ينكح ولا باغي هي تولد. دابا الوقيت اللي هو غيدخل طامع، دو زواج الطمع يعني الحاجه، الوقيت اللي داخل طامع دو الانسان ما خصوش يكون كيكذب على نفسه، خصو واحد اللحظه حياته يقول ودي انا كنت كنظن كنبغي هاد السيده كنت طامع فيها في جسمها في جمالها، دابا خصو يتغير. علاش الله تيقول لنا ما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم؟ علاش ما غادي يغيرش الله ما بقوم؟ راه ماشي حيت رافض، راه رحيم، ولكن الا مشى حتى عطانا واحد الحاجه واحد الخير وحنا ما متغيريش من الداخل ما غنعرفوش قيمته غنضيعوه. فدار لنا الابتلاء وقال لنا ليمحص الذين امن، خير كاين الابتلاء كاين يمحص باش كيعاوننا وتيدفعنا نتغيروا من الداخل. وقيت اللي كتغير من الداخل جاك لاكون فهمها في واحد
واحد النظريه عنده هائله ما بين لا فروستراسيون اي لا بريفاسيون. يقول لك ان الانسان يحس براسو محروم فروستري وتيبغي يفك هاد ما يظن ما به من حرمان. يقول لك جاك لاكون بان الحرمان عنده علاقه بالخيال وان به عطب من الخيال. يقول لك مثلا واحد الطفل الراجل جا عنده الحليل النفسي اللي عند جاك لاكون تيقول له انا ما رضعتش في امي كيف خصني نرضع. يقول له جاك لاكون كاسكو تي اونسي يعاودوا لك انك ما رضعتيش مزيان يعاودوا لك تيقول له من بعد كاع واخا ما رضعتيش مزيان راه ماشي كاع مراحل الرضاعه اللي ما رضعتيش مزيان كانت هي الدائمه مره مره ما رضعتيش مزيان ولكن راك كبرتي علاش بقيتي متعلق بهذا البلاصه على اساس هي اللي انت محروم منها علاش بقيتي متعلق. يقول له هذا هو لا ستركتور ايماجينير فونتاسماتيك هي هذه. يقول له شتي هذه البلاصه هذه ما تخرجش فيها تقدي ما حاصل. يقول لك كومون غيزو لا فرستراسيون ندير واحد ترونسبوزيسيون كنمشيو لا بريفاسيون اللي هو الخصاص انا مخصوص من ماشي محروم من مخصوص من. يقول لك لا بريفاسيون الخصاص الشيء اللي انت مخصوص منه موجود في الواقع يعني تيقول لك الواقع مكتمل ما فيش شي حاجه ناقصه الواقع كله مكتمل ما كاينش شي حاجه ناقصه في الواقع الى انها ما كتظهرش لك للذهن ديالك بحكم انت ما قدرتيش تستوعب هذا الواقع بشكل اخر. مثلا واحد الراجل مرتو قصات شويه الجمال وجسمها تبدل حروف الزين ديالها نقصوا هو عزيز على الزين. هذا الراجل هذا ما عندوش قدره على المحبه قويه وما صالحش له التعدد ما صالحش له انه ما بين جهات وثلاث ليات يحماق ويظلم وما يعرفش يربي وعنده مع هذيك الاولى وليدات النقعه. اذا دابا هنا ها هو فروستري شتي محروم من الجمال محروم من هذيك حروف الزين اللي في المراه وما بقاش كيميل ليها ما بقاش باغي يضاجعها ما بقاش باغي يجامعها. اذا دابا غيمشي للمجتمع غيجلس في قهوه غيقول له واحد صاحبه وانت برزقك وتبارك الله قادر تنكح اصحابي يدير التعدد ونفس الراجل غيجي عندي انا يقول لي يا استاذ انا دابا حير الله يجزيك بخير كذا وكذا غادي نعبر تلقى القدره ديال المحبه عنده ما يقدرش يعني العين ديالو ما سقاياش العين ديالو ما سقاياش يلاه كابه واحد شويه يلاه كتكبل هذيك البحيره اللي عنده العين ما سقاياش وغنعبر القدره على التوازن غنلقاها بهذيك الدرويشه باش تثبت لان هي شحال من حاجه كلات العصا عليها باش ثبتاتو. اذا هنايا نغامر انا ندفعوا عند شي وحده اللي ما تكونش بحال الدرويشه الاولى وما تدخلوش البلاصه ديال التبات وتفرحوا ما نغامرش به. اذا غندفعوا لا بريفاسيون الخاصه علاش مخصوص نسيخه الجامع سيخ شنو كيعني لك الجمال والزين يعني لي العينين يعني لي كذا يعني غادي نعلم مرتو ونعلمه هو يفونتاسميو الجمالية بعضياته. كيفاش كيفونتاسميو الجمالية بعضياته؟ شتي الوقيته اللي غتمشيو للشيعه الجاهلي وغتلقاو عند المتنبي بالخصوص ومن قبل منه وراه ما حضرش في الحقبه الجاهليه وحضر في الحقبه الاسلاميه ولكن بقات عنده ولكن الحقبه الجاهليه كانت قويه بزاف. هو هذاك الطريقه اللي كانوا كيمدحوا بها نفوسهم دور واحد الدوره في الشعر الجاهلي وفي الشعر العربي وشوفوا كيف الشعراء شي قبل ما ندخلوا عفاك وفاء كنت واحد الاغنيه الاخرى قبل ما ندخلوا البرنامج هذاك الشاب المغربي اللي كيغني باللهجه الخليجيه اللي كان كيقول لي انا عود ما يمكنش تكسرني وانا كذا وانا ياك عقلتي ها شوفي لا سيليكسيون اش كندير انا عقلتي وفاء قبل ما ندخلوا بالضبط قبل واحد جوج دقائق قبل البرنامج كانت واحد
حتى مراد الاسمر. لا ماشي مراد الاسمر، لا لا راه هو اصله مراكشي وقيلا. محمد رضا هذا الله يرضي عليك. عقلتي دير واحد المقتطف من ديك نسمع واحد جوج جمل باش تشوفوا انتصاب الانا. داك سميتو الانتصاب الانا في التحليل. دير دير عافاك دير. طبيعي الحال كنقصد انايا المغني، كنقصد المعنى ديال الكلمات ديال الاغنيه، الصيغه الصيغه الشعريه. الاغنيه كنظن انا راجل صعيب ياك شتي الاغنيه العنوان ديالها راجل صعيب. هاد هاد الصيغه ديال المدح الانا معروفه عند العرب وكان سبب حروب كثيره وكان سبب هجاء كثير، لانه ملي كيمدح واحد الراجل نفسه يكون شاعر ويجي واحد يهجيه راه بحال اللي رسمتي واحد الصوره هائله عند شي رسام ويجي شي واحد ولا حاليها الوسخ. راه صورتك راه بحال نفسك، ما تبغيش صورتك تدنس صوره. اذا ما بالك بالصوره المعنويه، ما بالك بالصوره الشعريه. لقيت اللي تيكون الانسان محروم مع مرته، محرومه هي، كيديروا بزاف الناس في الوقت الراهن كيديروا يتصاحبوا حتى هاد صاحب موضه راه كاينه مرته وصاحبته وتا العيال راه كيديروا هكا، راه كان الراجل اللي والده معاه وصاحبه. علاش؟ لانه الحرمان حمقهم وما قدروش يستوعبوا الواقع بشكل اخر. ما معنى الواقع؟ الواقع هو دابا هاد المراه اللي صافي بدا حروف الزين تيمشي وبدات الجماليه كتنقص، لقيتها اللي غتمشي هي وياه لواحد المسرحيه وغتمشي هي وياه لواحد السهره فنيه وغتمشي هي وياه لواحد السفيره وغتمشي هي وياه للحج، غتمشي هي وياه لدروس بحال دروس الحسنيه في القران وفي الفكر الاسلامي، غتمشي هي وياه الدرس المعمار الاسلامي اللي كاين في الاندلس في اسبانيا، غتمشي هي وياه الدرس هي وياه هذاك الذوق ديالو اللي جاي من قبيلته اللي ما عمرها ما عرفت علاش هو تيبغي هاد الطعام بهاد البنه منين جايه، علاش هو تيبغي نهار الجمعه يدير هاد ترغينه ولا يدير هذاك العود بالضبط في العصر منين جايه. غتمشي تقلب غتلقى واحد جد جدو كان كيديرها في واحد القبيله عندهم والناس تنسوا يديروها، هو راه هذاك الهاله الكبيره اللي كانت عند جد جدو مشات ولاو ناس بساط ولكن بقات مسجله في واحد البلاصه في لا شعور على اساس كنا وكنتو. وقيت اللي غتلعب هاد المعاني ها الواقع اللي هو عايشو معها كيتستوعب بشكل اخر، بقيت اللي غتجسد هي هاد المعاني وغيتمجي داخل واحد العشيه وغيلقاها لابسه هذيك السبنيه اللي معمر ما دارتها، كانت ديما كتمشي دير هذوك الحدايد اللي كيليس الشعر، عرفتي دوك الحدايد اللي كيكوي لكم شعركم، ديما كتكوي في شعرها وتحيد هذوك ليبيلاسيون. واحد النهار ما كوات شعرها مول دات واحد السبنيه دارت واحد الحطه داتاي ودارت له هذيك الصرغينه مع العصر وجاي داخل قالت له حاج واش بغيت نشوفك خير، قال لها قالت له كل خير ايش حرا ديما درنا تكويزاتها ونتذكرنا شويه والله الا عزيز عليا نشوفك. هذيك الكبه داتاي هذيك الشده الكاس هذيك النظره لصورتها والهيئه اللي حطات غاتفونتاسميه غادي توضعه في واحد المجال خيالي من حيث يتناول الواقع اي حضره الرغبه، لانه دور الفونتاسم انه دعامه للرغبه. ما معنى دعامه؟ دعامه هو من اللي حنا كنديرو كعرب كامازيغ هذوك الخيمه ديال العرس نديرو له واحد لوتد غليظ كبير في القاع في الوسط في الوسط كيهز خيمه، شي هذاك العمود اللي كيهز الخيمه هذاك هو الفونتاسم دعامه له. شي الوقت اللي يبدا يتنظر لك غير من عين الواقع عارف انك غتبسال، وقيت اللي بدا يتنظر لك من عين رغبه الاخر عارف انك غتمل، وقيت اللي يتنظر لك من صنعتك الفونتاسم مع الاخر بلا ما يدري بلا ما تطيح في الفسوق المريق. الناس كيخافوا من الفونتاسم لانه كيديهم لابيرفيرسيون، هو راه جزء منه قليل. يعني وضحت لكم هذا الاسبوع الماضي ومازال ان شاء الله في 2018 لا غولاسيون ديال 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 الفونتاسم اي لا بيرفيرسيون، هو الفسوق المريق. لا بيرفيرسيون راه غير واحد بحال ان تروبل ديالو بحال اضطراب ديالو، اما هو راه هو الاداه الاولى باش الطفل كيستوعب مو بزول تمو صوت مو
العينين المنظور ديال امه العينين ديالها راه بالفونتاسم، باقي ما عندوش ماده فكريه، باقي ما عندوش ماده باش يعقل الاشياء، باقي ما عندوش ماده لغويه، عنده واحد اللوعه، عنده واحد الميولات، عنده دي بولسيو، عنده هزات، عنده استحضار الرغبه ديالها فيه، ترى رغبتها هي اللي كتوكلو. اش كتشوف الامهات كتقول له، كتقول لنا في المكالمه ولدي مابقاش باغي يقرا ليا، حتى هذيك ليا اش دايره بلا ما نحسوا، راه رغبتها هي باش قرا هو، راه رغبتها هي باش كلا، راه رغبتها هي باش كبر، ولكن واحد لقيتها خص يدخل مول المقص، مول المقص راه هو الاب، خصو يمقص، خصو يجي ويحد هذيك رغبته، يقول لها حبسها لا صافي راه وقتها سالا، هي ما تخليش مول المقص يدخل، لهذا ما قدروا يديروا المقصها في الهيت ومقلوب، الهيت دير المقص مقلوب يعني كيشوف الارض، لان له هزوا الواقع خصو يهزوا على الثوب، الا هزوا الواقع قادو بحال هكا تقول له ما تقول له مرتو ما كهزوا عليه اش كاين يقبلك خير، اذا ما يقدر هو يهزوا الواقع الا كان خياط على الثوب، ومن غير هزوا الواقع قال له اخويا الله فوتني عليك بمقصك، والاب خاصو يمقص الواقع بلا ما يظلم، بلا ما يكون قاسي القلب، وبلا ما يكون جاهل. مرحبا. ناخذوا معنا مكالمه قبل ما نمشيو فاصل. استاذ ماون معنا السي احمد من بولمان، مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دكتور بخير هانيه. مرحبا سي احمد، مرحبا بك. سيدي فرحنا اللي شديناك اليوم. بارك الله فيك، مرحبا خويا. والله الا فرحنا بلا بارك الله فيك. الشهور هذه وراه كنتصل بك. مرحبا بك. ديما مشغول. مرحبا بك، تفضل. وتعجبونا النصائح ديالك تبارك الله. الله يجيبنا في الصواب اخويا، الله يجيبني في الصواب. الله يبارك فيك. عندي المشكل ديال الوالده عندها شويه ديال الزهايمر. الله الله الله، شحال في عمر اخويا؟ كبيره تقريبا تكون عندها من 90 هكاك. الله يخليك. والدة تقريبا شي خمسة البنات وخمسة الدراري. الله الله الله. ودابا ما كتعقلش، دابا إلا ديناها العربية كترتاح شي شوية، وإني إلا ديناها دابا المدينة ولا شي حاجة. والو خصها تخرج وداك الشيء، مرة مرة كتطيح في الهضرة وما فهمتيه. الله 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 الله. ودابا ما كنلقاوهاش راه حتى جرينا عليها، ما لقاوك الدواء ما كاينش ديال الزهايمر، واش بصح ما كاينش الدواء ولا لا؟ بصح عمو ما كاينش الدواء. لا بصح لا بصح. راه ماشي غير في المغرب، في العالم كله الناس كيعانيو. عندك تصحاب اخويا بانه راه ماشي سهل الشيء اللي كتوصف اخويا، ماشي سهل. يعني الله يجزيكم بخير، غديروا ليها واحد الورقه فيها الهاتف ديالكم وفيها السميه ديالكم، وعلقوها ليها معاها. علقتها لها سميتو مع التسبيح، عندها التسبيح ودرت لها سميتو، قال لها واحد خويا غادي نعلق لك واحد الحجاب يبقى عندك مع التسبيح ذاك، ذاك التسبيح ذاك الوراد. اي عرفته. اه ودرنا لها السمية في واحد ورقة ديال النبلة في النحاس، يعني في واحد الكبيرة. الله يرضي عليك. تقدر عمر قلنا لها هذه راه حجاب ما تعطيهم لكش، واخا يكون ليك تقول لها ذاك التباه، تقول لا راه فيه الحجاب. فيها شوش نوامر التليفون. خويا مزيان مزيان مزيان. الى سافرات دابا تمشي عند الدراري خوتي وداك الشيء، دابا كتوسخ وداك الشيء ودير الماء على راسها، واني فاش كتمشي للعروبيه وداك الشيء كتكون مزيان زعما ما تمدي. هو بعض الدراسات خويا العزيز بينوا بان شتي المشي ديالهم في الطبيعه راه تيساعدهم. نعم. هذيك لا مارش، هذاك المشي ديالهم في الطبيعه وبشويه ويتصنتوا للطبيعه ويشوفوا الطبيعه ويكونوا حدا البحر ويكونوا حدا، راه كيساعدهم. اما دابا خويا راك عارف، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يعني يا خويا هذا راه مقدار الله. أنتم مع ملي كنتوا صغار راه بحال دابا، هي ملي كنتي صغير أنت راه يمكن لك تمشي تدير يدك في الجمر، راه يمكن لك تمشي تلوح راسك من البالكون صغير ما كتعرفش، وبقات هي حاضياك الليل مع النهار تكبراتك. دابا نوبتنا حنا ملي هما مساكن تيكبروا، كيف حضاونا في الصغر حنا حضاهم في الكبر. يعني تناوبوا نتوما الخوت والخيات، واحد يجيبها، وملي مع دابا حنا صبحنا ساكنين في بارطماتهم راه ما يقدروش هذوك السكوله ديال القفوزه. يعني مره ملي كاين العروبيه خصهم الخضوريه، خصهم هذاك الاتساع. يعني لا الا كاين شي واحد يقابلها ولا تعاونوا وتشوفوا لها شي مرة تكون معاها، لانه الله غالب راه ماشي سهل هذا الامر. هذا المرض هذا ماشي سهل. نسال الله السلامه والعافيه. امين يا رب. حنا اكيد مازال مواصلين هذا اللقاء بطبيعه الحال معكم مستمعينا الكرام، وبرنامجكم مع المحلل.
تحياتي لكل أوفياءنا الكرام فين ما كنتوا، كرحبوا بالجميع. لقائنا مازال متواصل بطبيعة الحال بفقرات متنوعة، والإذاعة القريبة منكم مازال متواصلة معكم ببرامجها، لكن أكيد أنه برنامج مع المحلل مازال معكم حتى 12 ونص، وغادي نرجعوا من بعد الفاصل ندردشوا فنقطة أخرى من موضوعنا اليوم، وحنا كنتكلموا في محي المعنى عند وليداتنا اللي ربما كانت عدوه كانت محنوه باش نرسموه، فكيكون يعني تصرف ما كردوش البال أو ما كنعتبروش تنقدروا نمسحوا جميع هاد المعاني بلا ما نحسوا. حنا مازال معكم مستمعينا الكرام، غادي نتوقفوا للحظات مع قسم الأخبار حتى أننا نتعرفوا على عناوين أخبار ما بعد المنتصف، ونرجعوا نواصلوا معكم هذا اللقاء المباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم مع المحلل. إذن غادي نرحبوا اللحظة مع الزميل طارق بشلام وعناوين أخبار ما بعد المنتصف. مرحبا بك مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم مع المحلل برفقة الأستاذ ميمون مبارك الدربي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من ضم لنا اللحظة في الاستماع. غادي نواصلوا بطبيعة الحال في الجزء المتبقي من زمن البرنامج دردشة في موضوعنا اليوم اللي تكلمنا فيه على ربما طريقتنا في محي المعنى في علاقتنا مع وليداتنا بلا ما نحسوا. وربما في هذا الشق أستاذ ميمون شي مرات كنكتشفوا هذا العطب، لا بغينا نقوله كنكتشفوه من خلال ردة الفعل ديال وليداتنا، وربما نلتجئ الأخصائيين لأنه كتولي العلاقة فيها نوع من الاحتداد، فكنلتجئ المختصين مثلا اللي يمكن أنهم يبينوا لنا هاد الصورة، ولكن مع ذلك ما كنقدروش أننا أو لما كنحاولوش أننا نديروا واحد المجهود باش نغيروا من هاد الخطأ في التعامل، لأنه واش مسألة مرتبطة بواحد الاضطراب وشعور نفسي يصعب علينا نتغلبوا عليه، أو أنه تعنت ورفض الأب أو الأم ذاك المثل على أنه يكون خاطئ، تنشوفوا بأن نحن مخصناش نكونوا في نظر ولادنا غلطين، وما اللي خصهم يغلطوا إحنا نقومهم، ولكن هم إحنا باش نخطئوا ويقومونا هما تنرفضوها رفض تام. واحد الاختصاصية سميتها مود مانوني الفات واحد العدد الكتب ومارسات واحد في حد الحقبة معينة بلجيكا أو فرنسا بالخصوص العلاج مع الأطفال والأمهات والآباء في هذا الباب، وشارت واحد النقطة اللي حيرتها هي أنه كتقول ملي كتوصل في مراحل العلاج النفسي اللي كيخص طفل داخل الأسرة اكتشفت بأن واحد العدد ديال الوالدين تينسحبوا من عملية العلاج النفسي وتيرفضوا واحد المواقف اللي صبحت كتشير لهم على أساس أنهم طرف في الواقع. فمضمنوني كتقول لك بمجرد ما تتوصل عملية العلاج النفسي لهذه المرحلة اللي غادي يبدأوا يفهموا الوالدين بأن راهم عندهم نسبة معينة في هذه الوضعية، اكتشفت بأن كأنه صالح لهم أن الوضعية تقاوم. السبب ماشي هو استركتور سادومازو اللي غلقوا عند الناس، هو هادشي اللي تيشرح جاك لاكوم اللي كيتكلم على لي 5 اوبجيكتيتا اي لو 6ييم. قلت لكم الاستاذ الاول اللي كيدوالو جاك لاكوم استاذ اورال، الاستاذ الثاني استاذ انال، الاستاذ 3 الاستاذ فاليك، الاستاذ 4 الاستاذ سكوبيك، الاستاذ 5 الاستاذ فوا سكوبيك هو فونتاسماتيك، ثم الديغني ستاد اللي غيتعلق به الانسان هو الصوت، اللحن اللي كيحمل الكلام، اللحن لا فوا، ثم لو سيزيام الوقيته اللي ولدك، حيت هو شنو هو هاد لوبجيكتيف، شنو هو هو سي با ان اوبجي ريال، راه ماشي واحد الشيء الواقع، هو سي ان اوبجي رولاتيفيزي، يعني تجسدت فيه النسبية. مثلا شي واحد مهووس بالصدر ديال 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 النساء العيال، تيمشي مثلا المواقع وتيمشي لهذوك لي ماغازين اللي فيهم نساء، وتبدا يقطع هذوك التصاور اللي فيهم غير الصدر العيال، بحال هكا كتلقى
هذه مثلا لابسه ديكورتي وهذا هو كيقطع في التصاور تيعلقهم في الكتب وتيعلقهم في الحيط. دونك هنا عنده علاقه هو اون طونك شي حاجه اللي هو بين قوسين مع هاد مع هاد الشيء اللي هو النهدين. هو من حيث النفس هذوك النهدين راهم غير ركزوا حولهم واحد المعنى. إذن كوندونس غير ركزوا حولهم واحد المعنى. هذاك المعنى اللي ركزوا حولهم هذوك النهدين يشير لواحد الصورة عنده هو نفسه واحد الصورة لواحد الشخص معين في العلاقة مع هذيك الصورة اللي عنده في نفسه صورة خيالية مع واحد الشخص معين تلقاو شغف ولوعة. شتي بعد ما نمشي ونحلو مزيان في هذيك الصورة اللي عنده في نفسه اللي هذوك النهدين غير جابوهم لينا ككوندونساتور غير ركزوا بقيناش دابا كنشوفوا النهدين لقاو في النفس واحد الصورة ديال واحد الشخص معين شخص خيالي عنده علاقة مع المعني بالأمر شغف ولوعة. شتي بعد ما غادي نبقاو نحلو 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 ديال اشغال جاك لاكو تلقاو موضع فارغ يعاني من داخله الانسان من حرمان من ما هو عنده دلالة رمزية والمؤسس له ما هو رمزي والخصاص في المعنى. وشنا هي هاد ما حرم منه المرء كدلالة رمزية كتعني كتعني الوقت اللي تتزدر كتكون مو كترد مريضة وسخفان وما في حالهاش شادة ولدها كترضعو يدخل رجلها وهي ما مطيبة عشاء ما مسيقة دار ما جا معاه ما والو. لقيت اللي جا رجع من الخدمة تمارة جايب شي خبيز وشي شي خضيرة وشي حاجة بسيطة سلمت عليه قالت له يجزاك بخير ما درتش قال الله يا اختي واش انا غنلوم راك عاد شي اللي انت فيه شي هذا الحوار اللي دار بيناتهم اجتهاد استقبالها هي له وهو تسامح مع ما يخص حاجياته امام العلاقه العاطفيه والرحمه اللي كتربطهم غادي يخلق لنا واحد المثلث ان تريونغ غادي يدير لنا واحد المثلث. هاد المثلث على راس كل زاويه منه واحد كيشد بلاصه واحد الزاويه من هاد المثلث يهمو الزاويه الثانيه الدري الزاويه الثالثه الاب مثلث الضلوع ديالهم ثلاثه كيشدوا بعضياتهم ها هي هنا دلاله رمزيه شتي هاد المثلث هذا راه ماشي 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 هندسه دار مهندس داروها بذكائهم داروها بعرفهم وداروها بواحد الواقع اللي تقيل عليهم بجوج وما خلاوش الواقع يدهور العاطفه ولي كرفسها. دابا غادي نعطيكم مثلث مدقدق انتما تشوفوا مثلث مزفت اللي باقي كنعيشوه في المغرب مري الله والده يدخل راجل من الخدمه نفسه كيف تنقولوا حنا المغاربه وتلقاها في الفراش وجهها صفر سخفانه راه مرضع ولدها ولدها نعس بجنبها ودخل حل الباب امه كاينه في الدار ولا اخته ولا عمته ولا شي واحد من العائله مشى لعند امه سلم عليها ولا عند اخته ولا هذا وغادين اختي شي حاجه نعتقوا بها الروح راه حنا ميتين من الجبنه الدري وحنا نموتوا بالجوع بقاو حنا بقاو حنا نفسها تنوضي راه امي انا نهار اللي ولدات راه طيبه عشاء في الليل قامتوا مع باركين تما مقلطي شي المثلث شي بحال اخر هنا
الضلع ديالو هو بقى بوحده وهي ولدها هذه نجا اضلع. والضيع ديالها هي من جهه الراجل ولا كيتعوج باش خط مستقيم ولا فيه تارجحات ولا سينوزويدات. وشتي الدري محتاج للضلع ديال باه يحضر مع الضلع ديال مو باش يتلت هو محتاج. من بعد عاد غادي يربع سوي يبداو بالمثلث هو الاول ومن بعد عاد غادي يبقى يستوعب هو من هذاك المثلث يبدا يستوعب بان راه كاين شي حاجه كتلعبها مو وباه جايه من فوق منهم. هذا هو لو سيغموا هذا هو القيام هذا هو المثل العليا هو غيتحل المثلث باقي ولا مربع. وشتي من المربع غادي يخمس ما يبقاش في المربع كاري غادي يخمس زيد واحد الضلع خامس ديال الهمه العاليه تما فيك تفتح الانسانيه تما فيك يمشي الانسانيه يخمس. دابا كيبان لكم واش اركان الاسلام خمسه؟ راه ما عندناش شي حاجه صدفه في فكر الاسلام. ملي تقرا العلوم وترجع تشوفه كتقول اللهم صل عليك رسول الله على خير الله على خير الله على خير. ولكن شوف هذا الخير هذا والله الا قليل في المسلمين اللي عارف اللي واخذوا بتقليد اللي واخذوا خانقوا الاسلام وكذا وكاين اللي واخذوا بهذيك السوداويه باغي يوضعوا عباد الله مسدودين في صنادق مسدود في حك باغي يردوا المسلمين بحال ذاك الكونسونتري د مطيشه سي كيبقاو يزيروا ويزيروا كيخشوا في واحد اش ذاك هاد الحكاك ديال عرفتي ما كيتحلوا ديال القصدير كيدير له تق غير كرين ضغوط هو راه تعشيعه. اذا لو سيزيام اوبجي اللي هو قلت لكم ان اوبجي غولاتيفيزي ماشي الى ايتي غولاتيفيزي في لو رابور مع لومان ماشي غيال. ملي كنقولوا حنا شيء راه ماشي واخا الاستاذ اوغا راه ماشي بالضبط الفم الفم عند الدري وفي العائله اصبح غولاتيف لهذا كيتقبل منه الواحد كياخذ القبله ماشي القبله طعام. هو في الاسلام كل شيء متمحور حول المعنى هو راه شيء في الواقع ولكن كيعمرو وكيمشي كينعت المعنى معمرو المعنى كينعت المعنى. اذا هاد لو سيزيام اوبجي شنو هو؟ هو جاك لاكون تيقول علو تيقول لك واحد لوبجي كي ايتي غولاتيفيزي رفع نسبية المعنى بقاش في الواقع على اساس كيتجمعوا فيه بحال واحد الخنشه كيتجمعوا فيه جميع لوعات الانسان من نهار اللي تزاد لهذيك الساعه اللي في الحاضر بحال الخنشه فيها كيتجمعوا شي بحال اللوعات اللي ما استطعوش لا يدحروا في النفس يكونوا غفولة ولا يرقاو التمثلات المعنوية باش يتسامى بهم العقل بقاو حاصلين هنا في العاطفة يضربوا كيطلعوا بحال واحد لاسونسور غادي جاي غادي جاي ما استقرت في إيطاج خير واحد لاسونسور طالع غادي هابط طالع هابط طالع هابط مالو طالع هابط سير وقفوا ما تيوقفش. شتي هاد لو سيزيام اوبجي كيجمع لو غوتور يعني هذوك اللوعات اللي ما قدروش لا يدحروا n'ont pas accédé le refoulement et n'ont pas accédé la représentation substitutive Jacques Lacan تيقول لك عليها اللي حيت هما لمشاو تمثلوا في المعنى بشكل 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 قوي كيتسامى بهم العقل فالي سوبليمي وإلا مشاو تدحروا اون طونك refoulement لي لوا د لانكونسيون كتعقد كتسد عليهم لا هادو واحد لي زافيكت كي نون با اكسيدي كيبقاو ديكروشي غير متعلقين بواحد التمثلات. عطيتكم مثال باش نوضح لكم هاد اللوعات كيفاش كيخدموا في النفس. وهذاك الولد واحد البنت صغار رباه في واحد الدار وحده جيران ولا معرفه وهذاك الوليد بدا كيكبر دار 7 سنين 8 سنين وبدا تينظر ليها بانه في المستقبل غتكون زوجته وكيحبها وبدا كينظر ليها بدا كيستوعب 9 سنين 10 سنين بدا الصوره في خاطره كتكبر وهذا وهي تجي جده وقالت له وليدي راه هذيك راه مرضعه معك. كيفاش مرضعه معايا؟ راه بحال اختك ولدي عندك تحلم شي حلم ولا شي حاجه راه حرام عليك وليدي هذيك راه اختك. شتي دابا هو قبل ما توصل له المعلومه بانها راه راضعه معاه وراها محرمه وراها بحال اختو راه شتي راه تمنى راه ترجى. ودابا هذه الامنيه هذه اللي بغات توصل تغلغل في الواقع وتجيب المتعه شتي غتغصب هنا بغى يدحرها في نفسه باش يكبتها ويغبرها ما دحراتش. بغى يولي شاعر ويغني الاغنيه ديال اللوعه ويدير الملحون ويدير القصيده ويرسمها عيا ما يغني
وعيا ما يرسم بعد ما كبر كاع العيالات الاخرين كلهم ما قدروش يرقاو المستوى اللي رغب فيه هذيك البنت في هذه اللوعه. شي دابا هذه اللوعه ملي ما شدهاش ما تسماش بها الشعر، ما تسماش بها الموسيقى، ما تسماتش بها اللوحه التشكيليه، ملي ما قدرش يدحرها فتزوج ولد ومره مره كتجيه كريز كيبقى حامل لمرته لا ولادو كيسمو كل شيء، وكتبقى تقول جداه لهذيك مرتوها بنيتي واه صبري راه حنا عارفين اش بيه، راه كان باغي واحد البنت ولكن راه تصابت على اختو عافاك المرضيه غا صبري. هذه لوعه. ها نعم انا مشتاق يقول الشاعر العربي وعندي لوعه ولكن مثلي لا يداع له سر. الشاعر العربي يتكلم في الشغف قمه الشغف ديال المحبه كاين لوعه لانه راه كتحس هو فهم بالفراسه، كتحس بانه كاين واحد البلاصه في النفس اللي ماشي حب ماشي عشق ماشي هوى سميتها لوعه. جاك لاكون كيسميها انافيك. شتي في هذيك اللحظه اللي كيتسمم هذيك المراه كيتسمم هذاك الاب كيعتبر ولده هو هذاك لوبجي السادس اللي تيتحط فيه كخنشه جميع اللوعات اللي ما قدرش هو يرقى بهم تسامي تعبير او اللي يدحرهم. صبح هو هذاك الدري صبحت هي. نشوف الخطوره اللي كيدير اللي كدير نفس البشريه. ما اعتبرتش فقط انه الطفل يكون عواض انا غيولي طايح في صيغه المديونيه وما غيخرجش منها. هذاك تلقانا حنا حاصلين حتى يخدم واحد كاع فلوسه كيفرقهم على عائلته. هو احسن حاجه يقدر يدير فرقهم على راسه. وصعيبه. علاش صعيبه؟ لانه داخل في لوعتهم صبح هو كيجسد اللوعه ديالهم. فباش ما يقتلوش الاحساس بالدم باش ما ينحروش الضمير لانهم كيسمو فيه تيقول له يا وليدي خسرنا فلوسنا ما تقريناك يا وليدي بغينا ناكلو فاكيتك يا وليدي بغينا ناكلو غلتكم يا وليدي وحنا تعذبنا يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي. كيف داو شد هذيك المهنده واش ما عندو كتلقى عندو شي 3000 4000 وهاك اختي هاك امي هاك الطا وهو هاك الحشيش هو هاك الشراب هو هاك السم. اذا حنا خصنا نفكو الانسان من الاخر ومن نفسه بلا ما نقيسو في صله الرحيم. العمليه الواعره راهي هذه صله الرحيم راها مقدسه عندنا المحبه راها مقدسه. كيفاش نحافظوا على صله الرحيم ونحافظوا على المحبه ونفكوا الانسان من نفسه من الاخر اللي هو امه؟ هذا كنقول لكم راه حنا الام الفكر الاسلامي راه عندنا شبه مقدسه الصيفه. اما دادا امي حنا اما عائشه اخت الوالي اما مصطفى ولد علي هذاك الذكر هذاك الرجل وهذيك المراه هذيك ما نزقلهاش. الشيء هذا هو اللي ما قدرش العداد في الفكر الاسلامي وفي العالم الاسلامي انهم يفصلوا ما بين الصفه اللي مكبر بها الفكر الاسلامي ديال الام وديال الاب وديال كذا في الصفه وان الاشخاص شتي بحال واحد القاضي هذه صفه مقدسه. ولكن ملي تتبرك مع قاضي ولا محامي ولا مسؤول اداري ها هو الصفه قداش هي مقدسه. ما قلناش ماشي مقدسه مقدسه ولكن ملي دخلنا وبركنا معاه في الممارسه وشناه في الفعل اليومي ولقيناه مزفت ما تيعرفش واش نسكتو. الصيفه كتقول لك راها مقدسه والممارسه ديالو مزفته. شتي حنا مسلمين وسيدنا رسول الله انتقدوا سيدنا عمر. وعلاش سيدنا رسول الله خلى سيدنا عمر ينتقدوا والقران نزل الله مؤيد الانتقاد ديال سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ علاش؟ واش كاين كبر من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في القداسة؟ مكاينش مكبر. وعلاش خلى الله واحد المساحة هنا باش الصحابة ما هو راه الكمالية المطلقة سيدنا رسول الله راه صنع ربانية أنه يخلي الله مساحة للآدمية وسط النبوة. الله كبغي يدير الأنبياء ملائكة كدر ملائكة دارهم بشر باقي عندهم الأحاسيس باقي عندهم كل شيء ولكن هو دار لهم واحد التحصين رباني باش الادمي ديالهم ما كتقيش الصيفه ديالهم ولكن هنا راه صنعه ربانيه. نعم. غادي يخلي واحد المساحه باش غيجي واحد الفعل. سيدنا رسول الله بغى يمشي يصلي ويوقف على قبر واحد اللي كيتعتبر من المنافقين. سيدنا رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم رحمه مهدات ما يقدرش يكون الا داخل الحال اللي هو رحمه مهدات. ها هو دابا الحال ديالو فيها الرحمن المهدات غادا تصرف. سيدنا عمر قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم الحق معي وما عمر بعدي
سيدنا عمر عنده حقاني واحد البلاصه صحيحه واحد هو كيفصل يا ربي الفصل كيفصل بهذا اللي يجي عنده تقول له هذا الموضع شي والله واخا يكون ما بين جوج توام سيدنا عمر يفصل يقول لك هل لي على غلط على خطا على الحق عطى ربي هذا الخير هذا الفضل فهو هو يوقف في الحال اللي دلوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي جابوا له راه هو مول الحال سيدنا رسول الله اللي جابوا له هو يمارسوا معاه قال له لا راه سيدنا رسول الله قال له لا لا ما تمشيش توقف على القبر ديالك رسول الله الرحمن المهداه تبع غيمشي ما يقدرش جا هو في الحال ديال الحقيقه ديالو الاخر في الحال اللي جابوا له اللي هو الحق راه هو اللي جابه ويتنزل الايه القرانيه ايدات سيدنا عمر دابا حنا كمسلمين كناخذوا فيها اشاره ومن لي صحابي قال ريو في النبي وقول ريك في امك انت مقرا وقول ريك في باك انت مقرا وقول ريك في مرتك وانت مقرا وقول ريك في نفسك انت مقر نفسك الشهاد اننا نقولوا الري ديالنا هذا هو الانتقال الشهاد هو اللي تيبني الحريه الفكريه ولا مشى تتحرر الفكر من هذا الخوف من انه غيكون سخط من هذا الخوف انه غادي يكون ولد مرضي ولا صقع من هذا مشى تتحرر غنزيدوا نحميو صلة الرحيم ونقويو المحبه وما نطيحوش في هذه الحفوات النفسيه الخطيره. استاذ ميمون مبارك دربي شكرا جزيلا ليك والمواعيد متجدده باذن الله السبت المقبل وبرنامج مع المحلل شكرا لك. كنشكر وفاء فائز رفقتني في الاخر استقبل مكالماتكم شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه كنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه ارتاحوا مع راسكم وارتاحوا مع وليداتكم شكرا لكم يومكم سعيد.